بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، أسعد الله مساكم بكل خير. معاكم أخوكم محمد عيد، طبعا سيلز دايركتور في شركة دوبل العالمية، واحد مؤسسين فريق الدايموندز العالمي، فاوندر في شركة دوبل العالمية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا شباب، اليوم كلكم مثل ما أنتم عارفين أنكم جايين اليوم عشان تأخذوا تدريب، واحد من أهم التدريبات اللي موجود عندنا في شركة دوبل العالمية، كيف أنت اليوم تقدر تسوي محاضرة صحيحة. ليش شباب أنا اليوم اخترت هذا التدريب؟ لأنه أساس العمل تبعنا هو من الناس ولكل الناس. طيب، أنا اليوم عشان أقدر أنتشر في البزنس تبعنا وأقدر أتوسع وأكون إنسان عالمي، تمام، في البزنس تبعي، أنا اليوم طبعا ما راح أظل أعتمد على المحاضرات الجماعية، ما راح أظل أعتمد على الأبلاين تبعي دائما، لأنه مثلا اليوم ممكن يكون متواجد، بكرة ممكن يكون مش متواجد، ممكن يكون مسافر كذا إلى آخره. طيب، أنا اليوم علشان أهيئ نفسي وأجهز نفسي عشان أكون إنسان قادر أني أبني أي دولة، قادر أني أي دولة أسافر عليها، أي مكان أكون متواجد فيه أنا قادر أسوي فيه بزنس. شو أساسيات النجاح في هذا البزنس؟ واحدة من أهم أساسيات نجاح أي شخص فينا اليوم في هذا البزنس هي إلقاء محاضرة صحيحة. طيب، أنت اليوم عشان تلقي محاضرة صحيحة شو محتاج منك في البداية؟ أول حاجة محتاجين منك أنك يكون عندك المعلومات الكافية والصحيحة. لازم يكون في عندك المعلومات الكافية والصحيحة عشان تقدر تكمل في إلقاء المحاضرة. في عندنا أساسيات لإلقاء المحاضرة لازم الكل يتفق معاي عليها، لازم الكل أنه يمشي عليها، لأنه هذا سيستم مش أنا اللي اخترعته، هذا سيستم صار له 65 سنة في الدنيا شغال وماشي، وطبعا أثبت نجاحاته. على هالأساس شباب، اليوم التدريب تبعي راح أقسمه لقسمين، اللي هو القسم النظري والقسم العملي، تمام؟ كيف اليوم راح نبدأ في القسم النظري وكيف راح نبدأ في القسم العملي؟ طبعاً شباب، كل واحد فيكم في ناس عنده خبرة أوريدي سابقاً في النتورك ماركتينج وفي شركات ثانية، فموضوع إلقاء المحاضرة كانت بالنسبة له شيء سهل، تمام؟ لأنه ممكن يكون متعود عليها. وفي ناس بالنسبة لهم إلقاء المحاضرة أو البزنس تبعنا في شركة دوبلي يعتبر أول مرة يدخل في هذه الصناعة. فإحنا اليوم مسوين هذا التدريب عشان نسوي إعادة مثل ما يقول إعادة ترتيب أفكار للكل، على أساس الكل يقدر يستفيد معانا والكل يقدر يوصل لمرحلة أنه يكون إنسان محترف. أنت اليوم في عندك فرق كبير بين الإنسان الهاوي وبين الإنسان المحترف في أي حاجة في الدنيا، إن كنت فنان، إن كنت لاعب كرة، إن كنت ممثل، إن كنت مقدم برامج، إن كنت في البزنس تبعك نفسه، في فرق كبير بين الإنسان الهاوي والإنسان المحترف، تمام؟ الإنسان المحترف طبعا هو الشخص اللي قضى وقت بما يعادل، يعني في واحد من أكبر النتوركرز في العالم، واحد من أكبر المدربين في العالم، قال لك اليوم أنت عشان توصل لمرحلة الاحترافية يجب عليك في الحاجة اللي عاوز تكون محترف فيها أنك على الأقل تمارسها لمدة أكثر من 1000 مرة. يجب عليك أنك تمارسها أكثر من 1000 مرة عشان توصل لمرحلة الاحترافية في هذه الحاجة، في الشغلة اللي أنت قاعد تسويها. فأنت اليوم ليش دائما نقول للناس دائما اعمل محاضرة اعمل محاضرة؟ طبعا إلقاء المحاضرة مش فقط معناتها أنك أنت تسوي محاضرة للشخص والسلام عليكم تلقيها كأنك قاعد تقرأ جريدة. نو. طبعا إلقائك للمحاضرة فيها حاجات كثيرة. أول شيء طبعا أنت في كثير من الناس، وأنا واحد منهم، أتكلم عن نفسي، في بداياتي في 2001 في هذه الصناعة وفي هذا الاندستري اللي هي النتورك ماركتينج، أنا كنت من أكثر الأشخاص، أنا فعلا يا شباب كنت من أكثر الأشخاص اللي بستحي، تمام؟ كنت أقعد، يعني كنت أستحي أن أقعد قدام الناس وأتكلم معاهم كذا. ليش؟ لأنه
كان عندي مجموعة معينة من الأصدقاء اللي أتعامل معاهم بشكل دائم، وهذول الناس اللي دائما موجودين معاي بشكل مستمر. لكن بعد ما دخلت في هذه الصناعة ولله الحمد، من واحدة من أجمل الأشياء اللي أنا فعلا فخور فيها أنها تغيرت فيها، اليوم حطني اليوم في قاعة فيها 10,000 بني آدم، أنا قادر أسوي لهم محاضرة، أسوي لهم تريننج، ما عندي أي مشاكل، عندي الحمد لله ثقة في النفس لهذه الدرجة. فالشباب، المحاضرة مش فقط أنك توصل للشخص المعلومة، المحاضرة في إلها شغلات كثيرة راح ترجع بالشيء الإيجابي عليك. أول حاجة، طريقة كلامك مع الناس راح تتغير، أسلوبك راح يتغير، ثقتك في نفسك راح تتغير، شغلات كثيرة، حواجز كثيرة في شخصيتك راح تتغير. لو كنت إنسان مثلا تخاف تواجه الناس مرة 2, 3, 4, 5, 10، هذا الحاجز أو هذا الخوف راح يتلاشى مع الاستمرارية. طبعا عنوان أو أي حاجة في الدنيا عشان تنجح لازم تكون أنت تشتغل فيها بشكل مستمر، لازم تشتغل فيها بشكل مستمر. طبعا الاستمرارية هي اللي راح تعلمك شو الصح من الغلط في الأشياء اللي أنت قاعد تسويها في مشوارك في البزنس تبعنا. طيب شباب، اليوم مثل ما ذكرت لكم أنه راح أقسم المحاضرة أو راح أقسم التدريب اليوم لقسمين، في عندنا القسم النظري وفي عندنا القسم العملي. القسم النظري شباب شو هو؟ طبعا شباب، المحاضرة هي عبارة عن رحلة طيران. أنا بشبه المحاضرة برحلة الطيران. كيف رحلة الطيران؟ أي شخص فينا اليوم لما يكون عاوز يركب طيارة، في عندك شغلة اسمها إقلاع، في شغلة اسمها رحلة، وفي شغلة اسمها هبوط. طبعا أي محاضرة في الدنيا تنقسم لهاي الثلاث أقسام، في عندنا الإقلاع، وفي عندنا الرحلة، وفي عندنا الهبوط. طيب قبل ما نتكلم عن الإقلاع والرحلة والهبوط، في عندنا حاجة اسمها طبعا التجهيزات المبدئية. شو التجهيزات المبدئية؟ اليوم على سبيل المثال شباب، مثل ما اتفقنا كلنا عارفين أنه واجب كل واحد فيكم اليوم، تمام، في ناس تقول لي يا أخي أنا مش متعود على هذا الموضوع، ما سويته قبل. عادي شباب، اليوم أنت لما دخلت في مجال العمل اللي أنت شغال فيه، الوظيفة اللي أنت شغال فيها، هل أنت في أول يوم كنت ملم في كل الأفكار، في كل الأشياء اللي أنت قاعد تسويها في المكان اللي أنت قاعد تسويه؟ طبعا لا. الخبرة من وين تيجي؟ الخبرة تيجي من أنك تتعلم، تستكشف، تشوف الناس شو تسوي كذا. فعلى هالأساس اليوم عشان أنت توصل لمرحلة الاحترافية في إلقاء المحاضرة، أوكي، دائما أحط نفسك، خليك محيط في ناس إيجابيين، في ناس قاعدة تعمل محاضرات لايف بشكل مباشر، تمام؟ ودائما اعتمد أنك تسمع مش لشخص، دائما حاول أنك تسمع على الأقل لخمس أشخاص مختلفين، ممكن يكونوا أبلاين إليك، ممكن يكونوا في التيم اللي عندك، ناس أقوياء، ناس أثبتوا نجاحاتهم، اسمع لخمس أشخاص مختلفين، ودائما خذ الأشياء اللي بتناسبك أنت حسب طريقتك، وأنت بتكر المحاضرة اللي مثلا ممكن تمشي معك، بس طبعا بنفس السيستم اللي راح نتكلم فيه مع بعض. طيب خلينا شباب نتكلم اليوم على شو هي أساسيات إلقاء المحاضرة الصحيحة. اليوم طبعا شباب حنتكلم على أساسيات وآداب عرض العمل. طبعا شباب، هذه الأشياء اللي راح نتكلم فيها اليوم واحدة من الأساسيات المهمة جدا اللي كل واحد فيكم لازم يعرفها ولازم يشتغل عليها بطريقة صحيحة. شو هي الأساسيات هاي وآداب عرض العمل شباب اللي موجودة معانا في شركة دوبلي؟ راح نتكلم ونذكرها خطوة خطوة، وبعدين طبعا راح نتكلم طبعا على كل خطوة أو كل نقطة راح أعلق عليها. طبعا في البداية الشباب، قدرتك على تقديم عرض العمل في شركة دوبلي بشكل فعال هي أهم المقاييس في تحديد نمو فريق عملك. لأنك أنت اليوم لو كنت شغال 24 ساعة، فلنفرض لو كنت شغال 24 ساعة، وفرضا أنت اليوم حتشتغل 20 ساعة في اليوم في البداية كإنسان سوبرمان، إنسان خارق، ماكسيموم راح تسوي 20 محاضرة في اليوم، ماكسيموم راح تسوي 20 محاضرة في اليوم، وبعدها طبعا الله يستر شو يصير فيك، ممكن يصير لك حاجة، تمام؟ لكن اللي نقوله شباب، تخيل أنت معاي اليوم، أنت بسجل معاك فرضا 10 أشخاص، تمام؟
والعشر أشخاص هذول كل واحد فيهم قاعد بيعطي مثلا ثلاث ساعات أو أربع ساعات أوكي عنده في اليوم. طيب أربع ساعات في عشرة أنت عندك أربعين ساعة عمل في اليوم. طبعا إنتاجية أربعين ساعة عمل في اليوم مش مثل إنتاجية شخص واحد قاعد بيسوي عشرين ساعة عمل في اليوم. طب تعال نشوفها شوي لقدام. لو افترضنا أنه مثلا عندك ألف شخص في النتورك اللي عندك تمام، بعد ست شهور فرضا صار عندك ألف شخص، والألف شخص قاعدين كل واحد فيهم يشتغل فقط ساعتين عمل في اليوم، كل واحد فيهم قاعد يسوي محاضرتين بس في اليوم، ساعتين في اليوم، كم ساعة عمل عندك أنت في اليوم؟ عندك 2000 ساعة عمل. فهذا الفرق شباب لازم نعرفه. أنت في عندك فرق كبير بين الوان مان شو، الشخص اللي بيشتغل لوحده، والشخص اللي بيشتغل مع فريق عمل. ليش احنا بنشتغل كتيم وورك؟ عشان نوزع المهام، عشان الكل يساعد بعض، عشان الكل يكبر مع بعض. طيب عرفنا شو الفرق بين العمل الفردي والعمل الجماعي. طيب اتقان اسلوب تقديم عرض العمل هو اهم المهارات الفنية التي ستساعدك انت وفريق عملك على النمو بشكل دولي وبدون الحاجة الى اي شخص اخر. طبعا من اهم القواعد والسلوكيات التي يجب اتباعها في يوم عرض العمل، اول حاجة واهم حاجة للأسف الشديد كثير قاعد بلاحظها على الشباب عندنا في الفريق، للأسف الشديد بيحس نفسه اليوم لما يعزم صاحبه أو صديقه أو أخوه أو شخص عزيز عليه على المحاضرة، للأسف بتلاقي ناس جاي لك بتيشير، جاي لك بكاب، جاي لك بسلاسل، جاي لك مش عارف بالدانة. شو شباب خير إن شاء الله رايحين سهرة ولا شو الموضوع يعني؟ تمام؟ فشباب هذا الموضوع it is a business. تمام؟ هذا البزنس أنت اليوم كيف تتعامل معه راح يكون عفوا راح يكون شكل تلقائي ردة فعل الناس اللي انت عازمهم. كيف يعني؟ لما الناس يكونوا متعودين يشوفوك بلوك معين، بمنظر معين، حاول دائما اطلع من هذا النطاق، اطلع من هذا اللوك. لو كنت انت انسان متعود في حياتك على اساس انك انت انسان سوري في الكلمة تلبس تيشيرتات، تلبس كت، تلبس كتة، يعني شغلات اللي هي مش شغل بزنس. تمام؟ أنا ما بقولك تعال بس لي بدلة وقميص وقرافتة وكذا. نو. أوكي مش لازم، بس أنك دائما خلي منظرك كول عادي يعني مقبول. ما تجي لبس لي شرطات ولبس لي مش عارف حاجات غريبة عجيبة يعني. تمام؟ فخلي مظهرك يبين أنه أنت فعلا جاي تعزم إنسان على محاضرة بزنس. أساس الناس أنه فعلا تقدر هذا الشيء. هذا أول شيء، اجعل مظهرك يعكس نجاحك. دعوة الناس لهذه الفرصة الرائعة تتطلب منك التحلي بالمظهر اللائق والجاد الذي يتمثل في اختيارك للثياب اللائقة والمناسبة. دائما يعني خلي نظرتك مظهر رجال الأعمال. طبعا رقم اثنين الشباب راح نتكلم عنه، احرص على الحضور قبل ضيوفك. تمام؟ ان احترام مواعيد ضيوفك ينعكس ايجابيا على جديتهم واحترامهم لمشروعك. طبعا شباب للأسف الشديد في كثير شباب كمان شو بيسوي؟ بيعزم شخص مثلا بيقول له والله عازمك على المحاضرة في المكان الفلاني في الساعة 7 مثلا. للأسف الشديد الشخص او المرشح بيوصل الساعة 7 مثلا. تمام؟ واللي عازم بيوصل الساعة 7:30 او 8. ما بينفع شباب، لازم دائما تكون انت قبل الشخص اللي انت عازمه، لازم دائما تكون انت قبله. ليش؟ لأن اليوم لو وصل هو قبلك على المكان اللي انتوا اللي متواعدين فيه وقعد على الطاولة، صار هو مالك الطاولة مش انت مالك الطاولة. هاي واحدة من الاشياء اللي جدا مهمة لازم تحطوها في بالكم. دائما اعرف انه الشخص اللي جاي لك هو الشخص محتاجك انت. ليش؟ لانه انت اليوم عندك فكرة، عندك مشروع، لو هذا الشخص سمعه صح فهمه صح راح تغير له حياته. تمام؟ فانت اليوم قاعد تقدم له سيرفيس، راح تقدم له خدمة، راح تقدم له فيفر، أنه هذا المشروع اللي راح تقدم له إياه راح يغير حياته. بس هذا المشروع شباب عشان يشتغل بشكل إيجابي 100% في عنا أساسيات. هذه الأساسيات أو سلسلة خلينا نقول أوكي، لو مشينا على السلسلة خطوة خطوة تمام، فبالتالي مشوار المحاضرة اللي راح نتكلم عنه أو الرحلة بشكل كامل راح تؤدي إلى نجاح الرحلة. لكن السلسلة هاي لو ما كانت فيها استمرارية بشكل صح بهارموني صحيح أوكي، ممكن السلسلة هاي تنقطع في جزء من الأجزاء
وللاسف المحاضره هاي او المغزى من الرحله هاي ما راح يعطي النتيجه اللي احنا عاوزينها. فالشباب الاشياء اللي قاعدين نقول لكم اياها جدا جدا مهمه وضروريه. رقم ثلاثة، اجعل اجتماعك فقط في الاماكن التي تستطيع فيها ان تسيطر على الاجواء. كيف يعني؟ يعني خلينا نقول الكلام بعدين راح ارجع افصل لكم اياه. لا تجتمع مع ضيوفك لعرض هذه الفرصة الرائعة في الأماكن التي لا تستطيع أن تسيطر على مجريات الأحداث فيها، لأن ذلك قد يعرضهم إلى العديد من الأمور التي قد تشتت انتباههم وتمنعهم من فهم فرصة العمل بالشكل الصحيح، كما أنه قد لا يتسنى لك الاجتماع به مرة أخرى. على سبيل المثال، تجنب 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 الأماكن التالية. شباب، هذه واحدة من المحظورات في البزنس تبعنا، لازم الكل فيكم يعرف شو هي المحظورات في إلقاء المحاضرة. أول حاجة، الشخص ما تشرح له المحاضرة على التليفون. كثير ناس للأسف الشديد بيقعد يقول قصة حياته على التليفون على البزنس. شباب، ما تحكي ولا شيء على البزنس في الموبايل. المطلوب منك في الموبايل لما تيجي تعزم شخص، اللهم تعزمه عزومة مش تشرح له. احنا قلنا اعزمه ما تشرح له، اوكي؟ شو معنات عزومة؟ تعزم الشخص معناتها انك تحمسه تشوقه على اساس انه يجي يسمع للمحاضرة، مش معناتها انك تشرح له على الموبايل تقعد نص ساعة مع الموبايل. شو الفايدة انه يجي عندك؟ انت اوريدي اصلا شتت افكاره وما فهم شيء وضيعته. فالشباب، من اهم اساسيات المحاضرة الصحيحة، اوكي، اللي هي في رحلة الاقلاع، اللي هي في البداية أنك تكون عازمه بطريقة احترافية. كيف الطريقة الاحترافية؟ السلام عليكم فلان، شو أخبارك، كيف صحتك؟ أول سؤال بتسأله إياه بعد ما تتصل عليه، فلان فاضي ولا مشغول؟ ليش تقول هذه الجملة؟ شو المغزى من وراها شباب؟ لما تقول له ألو السلام عليكم شو الأخبار، طبعا دائما شباب، واحدة من الشغلات النفسية، تمام، اللي هي اليوم عشان تيجي تعزم شخص، سبحان الله، شغلة إيحائية. قبل ما تكلم الشخص يا ريت كلنا نكون مبتسمين، أوكي؟ خليك مبتسم، افتح الشباك، خلينا نشوف هالأسنان الجميلة الحلوة، تمام؟ افتح الشباك اللي عندك، خلينا نشوف أسنانك الجميلة. طبعاً شباب، قبل ما تكلم الشخص وانت قاعد تتصل عليه يا ريت تكون مبتسم. سبحان الله، هذه شغلة إيحائية، تمام؟ لما تكون مبتسم لا شعوريا الشخص من نبرة صوتك راح يحس في البداية بأريحية. فما تكون متضايق ومعصب من مديرك ومتقاتل مع برتك وحالتك حالة وراح تكلم الشخص يلا تعال سوي لك محاضرة ولا تعال شوفك في اجتماع. راح ينعكس هذا الشيء على سلسلة يوم عرض العمل. فالشباب، خلينا نبدأ السلسلة من أولها بشكل إيجابي. شو الشكل الإيجابي؟ أول حاجة عاوزين نسويها، خلينا نكون مبتسمين في عزومة الشخص على أساس أنه هو يحس بأريحية. السلام عليكم فلان، شو أخبارك، إن شاء الله طيب، فلان فاضي ولا مشغول؟ طبعا لما تقول له فاضي ولا مشغول، حتى لو كان مشغول أوكي، عندك خيارين، يا حيقول لك أيوة مشغول حرجع أكلمك، تمام، إتس أوكي، مش مشكلة، أو لو كان مشغول بشكل بسيط عادي، يعني ممكن يكون يعني في إمكانية أنه يركز معك، أنت شديت انتباهه حيقول لك أيوة تفضل شوفي. وهذا اللي أنت محتاجه، أنك أنت تشد انتباهه، تمام؟ أنه يكون مركز معك. ممكن يكون قاعد يتفرج على ريال مدريد وبرشلونة، مش فاضي لك، قاعد مع مديره، قاعد عنده شغلة، عند أولاده، whatever شو الحاجة اللي قاعد يسويها. ففي سؤالك أنت بالطريقة هاي أنت شتيت أو رجعت انتباهه لك أنت على أساس يكون مركز معك 100%. حتقول له فلان أنا عاوز أتقابل معك اليوم فرضا الساعة 6 حسب المواعيد اللي أنت متفق مع الأبلاين تبعك ومنسق معه، فرضا الساعة 6 في المكان الفلاني في موضوع جدا رائع عاوز استشيرك فيه، وعاوزك يا ريت تكون تفضي لي نفسك ساعتين من الوقت. شباب، هذه من اهم الغلطات اللي الكل فيكم بيوقع فيها. شو هي؟ والله فلان تعال والله اشرب معاك قهوه، اوكي فاين، اجي اشرب قهوه. كم الناس بتشرب قهوه شباب؟ 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه وبتروح، تمام. احنا موضوع المحاضره اللي عندنا صح انه مثلا انت محتاج من الشخص ساعه من وقته، بس ما تقول له ساعة، قول له عاوزك ساعتين. ليش؟ لأنه مرات لما بتبدأ معاه بتخلص صح في 40 دقيقة أو في 30 دقيقة، بتخلص معاه في عندك أسئلة، في عندك استفسارات، عاوز تفتح له الموقع، عاوز يشوف ماركات معينة،
عاوز يسأل أسئلة معينة، فأنت بتعطيه من البداية، قول له لو سمحت فضي نفسك ساعتين في موضوع جدا مهم عاوز استشيرك فيه، عاوز اتناقش انا وياك فيه، في موضوع جدا رائع راح نشتغل فيه مع بعض، شو هالموضوع، شو هالفكره، شو كذا. قول له يا اخي ما في بزنس بصير على التليفون، ما في حد بيشتري سمك في بحر، تعال نقعد نشرب قهوه اوكي، بندردش مع بعض، تسمع الموضوع وان شاء الله فلك طيب، او ان شاء الله حيصير خير. That's it. بس لا تقول له شو هي اسم الصناعه، ولا في شوبينج، ولا في كاش باك، ولا شيء، لانه للاسف الشديد كثير من الناس بيجي على المحاضره وهو اوريدي سامع ثلاث ارباع المحاضره الضايع، تمام؟ فما تحاول تشتت الناس، حاول شوقهم وجيبهم على اساس انهم يسمعوا، مش على اساس انه هو فاهم وسامع كل شيء، ما راح يفهم، ما راح ينفع، تمام؟ طبعا واحده من المحظورات شباب الموجوده عندنا في البزنس تبعنا، عمرك ما تشرح على الموبايل. طبعا هاي من اكبر المحظورات، ما تشرح على الموبايل، عمرك ما تشرح على الموبايل. ثاني حاجة، البزنس تبعنا شباب ما بينشرح مسلسل مكسيكي ولا مسلسل تركي، لازم ينشرح مرة واحدة أوكي، نص ساعة 40 دقيقة ينشرح على قاعدة واحدة، هاي لازم تصير. رقم ثلاثة، حاول دائما تجنب أنك ما تشرح للناس في مكاتبهم، في أماكن عملهم. ليش؟ لأنه في مكان شغله هو المسيطر مش أنت. رقم اثنين، ممكن يدخل عليه مثلا سكرتيره، يدخل عليه مديره، يدخل عليه كاستمر، يدخل عليه مش عارف شو، فما راح يكون مركز معاك. انت محتاج الشخص يكون قاعد معاك 30 دقيقه او 50 دقيقه او ساعه تقريبا، مركز معاك، مخه معاك، مش في حاجه ثانيه، تمام؟ زائد رقم اثنين، دائما تتجنب البيت تبعه، بيوتهم، ما تروح على بيوتهم، لانك لو رحت على بيته وقاعد تشرح له في بيته راح تنزل من مستوى نفسك، هاي رقم واحد. رقم اثنين، راح تحسسه انك انت بياع، انت شو بياع، الناس متعودين على الناس اللي بيجوم على البيوت هذول بياعين، سيلزمن، بده يبيعوا شنطه، بده يبيعوا عطر، بده يبيعوا شغله ويحمل حاله ويروح. شباب احنا الفرق بيننا وبين البياع، البياع باعك المنتج تبعه انتهت علاقته فيك، لكن احنا مجرد ما سجل الشخص معانا بدت علاقتنا فيه. شباب احنا اليوم مش بياعين، خلينا نتكلم بشكل احترافي، انت اليوم مش بياع، انت اليوم بتقدم للناس، انت اليوم رجل اعمال او سيدة اعمال بتشتغل في هذا الموضوع بشكل احترافي، لازم نتعلم اساليب الاحترافية، تمام؟ فراح نتجنب انه نشرح للناس على الهاتف، طبعا ما نشرح الموضوع هذا كمسلسل مكسيكي على 99 الف مرحلة، تمام؟ لازم نشرح مرة واحدة. لازم ما تشرح له في مكتب الخاص فيه هو، ما تشرح له في بيته، او مثلا الشخص هذا متعود يقعد في كوفي معين، هو متعود يقعد في كوفي معين، ما تروح تقعد في الكوفي اللي هو متعود يقعد فيه. ليش؟ لأنه هو صاحب القعدة، هو الآمر والناهي مش أنت. دائما حاول اختار لك مركزية. شو المركزية؟ مكان أنت دائما تقعد فيه، دائما أنت متواجد فيه، أو ممكن تختار أنت وياه مكان محايد، كافي شوب عام، في مول، في مكان، بس دائما حاول اختار، دائما حاول اختار اماكن، رجاء دائما حاول اختار اماكن يكون ما فيها مباريات كره قدم، وما يكون فيها شيشه، ويكون فيها الجو الهدوء، تمام؟ ليش؟ لانه انت محتاج الشخص لما يقعد معك يكون مركز معك، مش قاعد يشيش ويتفرج على برشلونه ويتفرج على ريال مدريد وبيلعب بلاي ستيشن وبيتكلم في الموبايل مو تشرح له برزنتيشن، كيف يعني؟ انا مش عارف، تمام؟ المهم طبعا شباب هذه واحده من اهم الاشياء اللي فعلا محتاجين الكل يتعلموها. طيب عاوزين نتكلم الحين، فرضنا الشخص انت عزمته ورتبت مع الابلاين تبعك على اساس انه يحضر، الابلاين تبعك رتبت معه على اساس انه يحضر معاك، على اساس يسوي لك برزنتيشن في البدايه للشخص اللي انت عازمه. طبعا شباب احنا في عندنا نوعين من المحاضرات، تمام؟ او ثلاث انواع من المحاضرات. في عندنا النوع الاول اللي هو انت راح تعزم الابلاين تبعك على اساس يساعدك في البدايه يسوي لك محاضره الشخص اللي انت عازمه، هذا اول نوع. في عندنا النوع الثاني اللي هي المحاضره الجماعيه اللي هي البابليك برزنتيشن اللي دائما احنا بنسويها في فنادق معينه، طبعا كلكم عارفينها، دائما نبعث لكم الواتساب وين اماكن طبعا وبالتواريخ بالاوقات وين موجوده المحاضره في اي فنادق، تمام؟ اللي هي المحاضره العامه. وفي عندنا رقم ثلاثة، المحاضرة الموجودة على الويبينار، المحاضرة اللي بتكون موجودة على الويبينار
بشكل دائم بشكل يومي. طيب انا اليوم عندي ثلاث اساليب، عندي ثلاث طرق عشان انتشر في البزنس تبعي عالميا. عندي محاضره 1 تو 1 اللي هي افضل واقوى محاضره في العالم، اللي انا اعتبرها انه دائما انت اليوم عشان تكون محترف في البزنس تبعنا اول حاجه لازم يو ماست ماستر يور برزنتيشن. لازم انت اليوم تقوي المحاضره تبعتك. كيف حتقويها؟ انا بقول لك كيف. اول حاجه لازم تسويها واكثر مكان راح تتعلم عليه هو انت. كيف انت؟ جيب اليوم كرسي، سكر باب الغرفه على نفسك، اقعد قدام المرايه، تمام؟ انت اشرح لنفسك، اشرح مره، اثنين، ثلاثه، خمسه، عشرة. شباب كونوا جديين في هذا الموضوع، انا قاعد اتكلم بصراحه، قاعد اتكلم بجديه. انت اشرح نفسك قدام المرايه. اليوم اللي انت تشرح فيه نفسك قدام المرايه وانت تقنع نفسك فيه، ما في حد في الدنيا راح يوقفك، لان اليوم فاقد الشيء لا يعطيه. انت اليوم عشان تقعد مع اي شخص، ليش شباب صرف هالكلمه، اعوذ بالله من كلمه، انا الحمد لله في مشواري في هذه الصناعه من يوم ما دخلت لليوم، يعني خلني ما اتكلم اني انا سوبرمان، اوكي، يعني كل 10 اشخاص نشرح لهم على الاقل، على الاقل 8 9 اشخاص بيدخل معانا، والتاسع قاعد او العاشر قاعد بدبر في الفلوس، او التاسع والعاشر بدبر فلوس. ليش الناس لما يقعدوا مثلا معاي انا، او مثلا مع مستر خالد، او مع مستر حمدان، او مستر زماني، او مستر ابو جاد، او كل الليدرز الموجودين معانا، او مستر وليد، او مستر احمد، او كل الشباب الموجودين معانا، تمام؟ ليش؟ ليش لما يقعدوا معاهم بيسجلوا ومع ناس معينين ثانيين ما بيسجلوا؟ عارف الغلط وين؟ الغلط فيك انت، الغلط فيك انت، فاقد الشيء لا يعطيه. انت اليوم عشان توصل لمرحلة الاحترافية لازم تجرب مرة وعشرة ومية وألف. عشان you must master، تكون professional، لازم تطور من مهاراتك، لازم تطور من معلوماتك، لازم تكون طالب مجتهد. كيف طالب مجتهد؟ سامحوني شباب في هالكلمة، الكل فينا ممكن دخلتوا في الجامعات، خلصتوا من الجامعة 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، في ناس درست 8 و9 سنوات اللي بيقدم ماجستير وغيره، تمام؟ طيب شباب، انت اليوم عشان تاخذ الشهادة هاي قعدت مشوار عمرك في التعليم تقريبا 18 سنة ما بين ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة الى اخره، عشان في النهاية تروح تقدم على وظيفة معينة وتعطيك راتب معين 25 في الشهر منتهي. كنا عارفين انه 25 في الشهر كل الناس الحمد لله ربي كما خلقتني ما عندوش ولا درهم. طيب انا اليوم عشان فعلا ادخل في بزنس وهذا البزنس يغير حياتي ويسوي لي كل الارقام اللي انا حاطه في بالي، كل الاحلام اللي انا عاوز اوصل لها، هذا الشيء ما بيستاهل منك. انا ما بقول لك قضي 18 سنه من عمرك، نو. انا اللي قاعد اقول لك اياه انه انت محتاج انك تكون فعلا انسان هنجري، تكون جعان انك تتعلم. كيف تتعلم؟ تتعلم تسمع من الناس، تبحث عن طريق الانترنت، تراجع الموقع اللي عندك، اوكي، تسمع المحاضره مره واثنين وثلاثه واربعه. للاسف الشديد شباب لما نقول للناس خذ هاي لينك، هاي لينك التدريب اسمعوا، ما في حد بيسمع المحاضرات، ما في حد بيسمع التدريبات. ليش؟ لانه هو مسكين مفكر نفسه انه هو ابو العريف، تمام؟ شباب مع احترام الشديد لكل اللي موجودين معانا اليوم واللي قاعدين يسمعونا، اوكي، خبرتك، شهاداتك، الأشياء الحلوة والعظيمة والرائعة اللي سويتها في حياتك على عيني وراسي، وأنا أحترمها وأقدرها، بس اليوم عشان تنجح في البزنس تبعنا أول وأهم نظرية لازم تسويها empty your cup. شو empty your cup؟ أفرغ الكأس تبعك. ليش أفرغ الكأس تبعك شباب؟ اليوم لما تيجي تقعد مع واحد عنده خبرة في مجال معين، دائما حاول تكون humble، كون متواضع، اترك نظرية الغرور، والله أنا مدير فلاني، أنا عندي الشهادة الفلانية، أنا عندي دكتوراه فلانية. لو سمحتم الشعارات هاي الجميلة الرائعة فكونا منها، احنا اليوم قاعدين شغالين في بزنس، تمام؟ هذه الأشياء الجميلة ممكن راح تفيدك في حياتك على عيني وراسي بتفيدك، لكن في البزنس تبعنا ما راح تفيدك. ممكن تفيدك ككريديبيليتي، أنه أنا الدكتور الفلاني عجبني الموضوع هذا ودخلت فيه لأنه لقيت فيه مستقبل، لقيت فيه فايدة إلي ولأولادي، أوكي فاين. لكن كل بزنس في الدنيا أو كل مشروع في الدنيا فيه له أساسيات عشان نتعلمها. واحدة
من أساليب التعليم الصحيحة أنه أنت اليوم تكون إنسان قابل للتعلم، تكون أصلاً عاوز تتعلم، لكن تيجي تدخل معاي وأنت أردي فول كب مش عاوز تتعلم، حقعد معاك يوم وشهر وسنة وسنتين وعشرة وأنت ما سويت ولا حاجة، وبعدين شو تقول لي؟ تقول لي والله هذا البزنس ما مشى معاي. طب مين السبب؟ أنت السبب لأنك في البداية رافض أنك تتعلم. شباب العلم نور، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اطلب العلم ولو في الصين. احنا ما بقول لك روح على الصين، بس احنا بنقول لك اليوم عشان تتعلم بطريقة صحيحة لازم تمشي على سيستم، لازم تمشي على نظام. الإنسان المنظم هو إنسان ناجح، ليش؟ لأنه بريح نفسه وبريح الناس اللي حواليه. لكن الإنسان العشوائي للأسف مبهدل نفسه ومبهدل الناس اللي حواليه وما عنده أي نتائج، ودائما يتذمر ودائما يشتكي ودائما مش عاجبه شيء. تمام؟ طيب، فإحنا أول حاجة عاوزين نتعلمها أنه لازم نتعلم فن الإنصات. شو هو فن الإنصات؟ الله سبحانه وتعالى شباب حكيم، واحدة من أروع النعم اللي أعطانا إياها أنه أعطانا أذنين ولسان واحد. شو الحكمة؟ أنك تسمع أكثر ما تتكلم. لكن للأسف الشديد الأغلب بيأخذ طرف الكلام خلاص، هو أبو العرفة بيعرف كل شيء. شباب دائما اسمع، يعني اليوم حتى في أسلوب الحوار في أسلوب النقاش دائما مع الناس اسمع للحلقة الأخيرة، اسمع الفكرة، اسمع مضمون الكلام اللي عاوز يقوله الشخص اللي قدامك، استوعب شو المسج، شو الرسالة اللي عاوز يقولها عشان تعرف ترد عليه. ما تقاطع، ما تهاجم، احنا متجيين اليوم نضارب حد او نتقاتل مع حد، جينا اليوم عشان نكون في عنا بزنس مشترك مع جميع الناس اللي بيحبونا والناس اللي بنحبهم ونشتغل كأيد واحدة. طيب الحين شباب في عنا يوم المحاضرة، انت اليوم فرضا حنتكلم على اول نقطة اللي هي راح تعزم الأبلاين تبعك أو راح تكلم الأبلاين تبعك على أساس يساعدك في شرح محاضرة للشخص اللي أنت عازمه. واحدة شباب من الشغلات اللي جدا 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 مهمة اللي هي امدح معرفك بالشكل اللائق وبين مكانته الاجتماعية المهمة. ليش؟ يعني على سبيل المثال ما بقول لك أنه الأبلاين تبعك أو الكوتش تبعك أو الشخص اللي بيشتغل معاك هو حاجة واو خارقة، أنا ما بقول لك إنه حاجة خارقة، بس دائما الناس دائما، خلينا نكمل الكلام بعدين راح أرجع أعلق عليه. كلما تحدثت عن إنجازات ونجاحات قائدك لضيوفك بشكل أوفر وأحسستهم بأهمية إنجازاته، كلما أنصتوا إليه بشكل أفضل، مما يؤدي إلى وصول الفكرة إليهم بالشكل الصحيح. إن الناس في طبعهم يحبون الإنصات إلى الأشخاص الناجحين، فاحرص على أن تظهر قائدك بتلك الهيئة حتى تحصل على النتائج المرجوة. طيب الحين هتيجي يوم المحاضرة، أجي صاحبك قعد، تمام؟ أنت الحين المفروض تبدأ تعرف لصاحبك، تعرفه على مين؟ على الأبلاين تبعك، فلان الفلاني يعرفك، هذا مثلا الكوتش تبعنا، الأبلاين تبعنا مستر فلان الفلاني، تمام؟ ما شاء الله عنده خبرة في هذا المجال حلقت سنة، عنده نجاحات 1 2 3 4، إنسان ما شاء الله عليه متعاون معانا وقاعد يعلمنا ويدربنا في البزنس اللي أنا قلت لك عليه. That's it. بس تمام، مش عاوزين نقول قصة المتنبي، يعني مش عاوزين نقول أشعار، يعني That's it. شكل بسيط على أساس أنه الإنسان يعرف مين هو الشخص اللي قاعد معاه، تمام؟ مين هو الشخص اللي قاعد معاه. لكن للأسف الشديد اللي بلاحظه كثير من الشباب بيجي بيقعد مثلا السلام عليكم، وعليكم السلام، والله فلان محمد خالد سعيد مش عارف شو. شباب ما بينفع الأسلوب، لازم نرتقي في هذا الموضوع. يعني تخيل اليوم أنت اليوم في شغلك، تمام، أنت فرضا شغال في بنك، تمام، وعندكم السي او، تمام، وقدامك مثلا كان عندك ميتنج وأجي مثلا صاحبك بالصدفة تلاقيت معاه مثلا في كوفي شوب، حتقول لصاحبك والله هذا فلان السي او تبع البنك الفلاني. شفت الطريقة هاي كيف أنت تكلمت فيها؟ ف بشكل عكسي صاحبك راح يحترم مكانة الاجتماعية تبع هذا الشخص. أنا مش عاوزين أنه نكبر الموضوع، بس الموضوع شباب له أبعاد كثيرة، لأنه كثير من الناس للأسف الشديد لما تقول له مثلا فلان فلان ما بيعطي الشخص أهمية، وفي البداية بيكون مش هالإنسان انترستد أنه يسمع، بيقول لك يا عمي أنا مش فاضي، خلنا نروح شوف لي محاضرة برشلونة ولا ريال مدريد أحسن لي من هالكلام هذا، ومين هو هذا أصلا أنا جاي أقعد معاه. فعشان الشخص يعرف او يتهيئ نفسيا انه يعني قاعد اليوم مع شخص فعلا ناجح، شخص فعلا حيساعده، عشان يكون مهتم انه يسمع
انه يكون اوبن مايندد ويسمع، مش يكون من البدايه انه مسكر. فمن المهم والضروري جدا انك انت اليوم تعرف الابلاين تبعك او تزكيه بطريقه لبقه، اوكي؟ هذه واحده من اهم الشغلات اللي بسموها الايديفيكيشن، اللي هو انك تعطي الابلاين تبعك شويه من الجديه والاهتمام. رقم 5 شباب اللي حنتكلم عنها اليوم، احرص على ان تقدم ضيوفك بالشكل الملائم، اوكي؟ مش هادي والله هذا فلان صاحبي، تمام؟ الشباب خلينا نرتقي في الاسلوب، خلينا نتعامل مع البزنس تبعنا صح انه فاميلي بزنس وفريندلي بزنس، بس خلينا نتعامل معاه كبروفيشنال بزنس، خلينا نكون محترفين، خلينا نكون محترفين. طيب، كلما اعطيت معلومات اوفر عن ضيوفك لقائدك او للمحاضر، كلما ازداد فعالية أداء المحاضر، وذلك لأنك ستساعده على أن يركز على نقاط اهتمامهم بشكل أفضل. كن إيجابياً وامدح ضيوفك بالشكل الملائم. طيب، شو رح يصير شباب؟ اليوم لما أنت تيجي تعرف الأبلاين تبعك أو الشخص اللي جاي يشرح معاك، تمام؟ أو الشخص اللي حيساعدك في المحاضرة، لما تيجي تعرفه على أصدقائك، أوكي؟ قول له مثلاً فلان الفلاني ما شاء الله شغال في المكان الفلاني، فلان من أكثر الناس اللي مثلاً، ركزوا معي شباب، فلان مثلاً من أكثر الناس اللي بيحبوا السفر، هذا فلان من أكثر الناس اللي بيحبوا مثلاً الساعات، هذا فلان مثلاً من أكثر الناس اللي بيحبوا مثلاً العطور، هذا فلان من أكثر الناس اللي بيحب مثلاً يتعلم، هذا فلان من أكثر الناس اللي بيحب البزنس، هذا مثلاً فلان ما شاء الله عليه طموح، هذا فلان ما شاء الله عليه يعني كان عنده تجارب مثلاً ممتازة، كان عنده تجارب كذا. تقول له الأبلاين تبعك نقاط معينة صاحبك بيحبها. ليش؟ لأنه في المحاضرة اللي عندنا أنت في عندك كل شيء الناس بتحبه، كل شيء الناس بتحبه. فاليوم أنت لما تعطي للأبلاين تبعك بعض النقاط اللي صاحبك بيحبها، فالأبلاين تبعك بشكل عكسي راح يفهم أنه أنا اليوم كأبلاين لازم أركز على النقطة رقم 1، 2، 3، 4، 5، الأشياء اللي أركز عليها في المحاضرة. ليش؟ لأنه هذا الشخص اهتماماته الأشياء اللي بيحبها هذه الأشياء، لأنه هو صاحبك، فأنت بتعرفه أكثر مني، أنا ما بعرفه. فالشباب هاي برضو من أهم الأشياء اللي أنت لازم توضحها للأبلاين تبعك، فلان فلان شغال هنا، سوى كذا، عنده نجاحات كذا، بيحب كذا، يعني اعطينا معلومات بسيطة عن صاحبك، عرف صاحبك بشكل لبق، تمام؟ على أساس أنه نعرف احنا من وين نكلم صاحبك، تمام؟ طيب، هذه برضو من الشغلات المهمة جدا. الحين شباب تكلمنا تقريبا يعني تقريبا غطينا بعض النقاط جدا المهمة. في آخر نقطة عاوز أتكلم عنها، اللي هي احرص على عدم مقاطعة المحاضر أو ترك ضيفك لحاله أو بمفرده. مقاطعة المحاضر أثناء عرضه لمشروع العمل يعتبر بمثابة إنقاص لأهمية حديثه، وهذا ما لا تود أن يشعر به ضيوفك، لأنهم قد لا يأخذ الموضوع على النحو المطلوب من الجدية. لذا لا تقاطع قائدك إلا إذا طلب منك، كما أنه لا يتوجب عليك ترك ضيفك بمفرده أثناء العرض، مما قد يشتته ويفقده تركيزه. طيب شباب، كثير من الشباب للأسف الشديد، أوكي، عندهم هذه الصفة، أنه بيجيب الشخص، أوكي، كل ما الأبلاين يتكلم يقاطعه مرة، 2، 3، 4، 5. طب سوري في هالكلمة الشباب، لو أنت ما شاء الله عليك أبو العريف وعارف كل شيء، ما له داعي تجيب أبلاين عندك معاك إنه يشرح لك أو يساعدك. You can do it. لو أنت ما شاء الله عليك عارف كل حاجة، تفضل اشرح أنت، يعني ما في مشكلة. فشباب دائما لازم يكون في عنا ارتقاء في أسلوب الحوار، لازم يكون في عنا هذا الأسلوب من الرقي في التعامل، تمام؟ طيب، هذه واحدة من الشغلات، أو غطينا تقريبا أغلب الشغلات اللي محتاجينها في المحاضرة الوان تو وان. زائد شباب، في واحدة من أهم الأشياء، من أهم الأشياء اليوم، خليك رادار، خليك ذكي. كيف تكون ذكي؟ كون ذكي في اختيار المكان اللي يقعد فيه الأبلاين تبعك عشان يشرح للناس اللي عندك. هذه مهمتك أنت، مش مهمة الأبلاين تبعك، تمام؟ يعني سبحان الله، هذه شغلة سيكولوجية، نفسية، فيزيائية، كيميائية، اللي بدكم إياه أنتم ممكن تحللوه. شباب دائما حاول
انه الشخص اللي عاوز يسمع المحاضره يكون على يمين المحاضر. الشخص اللي عاوز يسمع المحاضره دائما يكون على يمين المحاضر. تمام شباب، راح اعيدها مره ثانيه. حاول دائما الشخص اللي عاوز يسمع محاضرة يكون على يمين المحاضر. ليش؟ في شغلات كثيرة بعدين لما أشوفكم إن شاء الله راح أشرح لكم إياها، بس طبعا هاي نقاشها طويل، بس بقول لكم إياها بشكل سريع لأنها مؤدي نتائج طبعا إيجابية كثيرة. فالشباب اللي حقول لكم إياه الحين، المحاضر قبل ما يبدأ، بعد ما تعرف المحاضر على صاحبك وصاحبك يتعرف على المحاضر، هذا بسموه كسر الحاجز الجليدي. كسر الحاجز الجليدي بين الداونلاين والأبلاين زائد الشخص المرشح الجديد، هذا بسموه كسر الحاجز الجليدي، على أساس أنه تخلق نوع من الود في الحوار قبل ما يبدأ في المحاضرة. أنه شخص صاحبك ما بيعرف مين هو هذا الشخص اللي جاي أنت ومقعده معاه، تمام؟ فلازم تخلق نوع من الود بينك وبين الشخص اللي أنت عازمه. طيب، هذه شغلة جدا مهمة. تعالوا شباب نتكلم على يوم المحاضرة الجماعية الببليك، تمام، اللي بيكون دائما في الفنادق. تمام شباب، انت اليوم عازم ناس عشان تحضر محاضرة ببليك، نفس الكلام، لازم يكون شكلك سمارت، يكون شكلك لبق، تمام، تكون قبل الناس. زائد نفس الكلام، اول ما يوصلوا الناس ترحب فيهم، تستقبلهم، تقعدهم على الكراسي، تمام. زائد اول ما يجي صاحبك تقول له اليوم انت على فكرة محظوظ، اوكي، في عندنا واحد من اقوى الناس، من أنجح الناس في هذه الصناعة، راح يشرح لنا موضوع أنا وياك اليوم راح إن شاء الله نستفيد منه. شو هذا الموضوع؟ أعطيني فكرة، أعطيني نبذة، أعطيني كذا، خلينا نقعد مع بعض، والحين في نص ساعة هاي راح تفهم كل شيء. وحاول دائما في المحاضرة الببليك تكون قاعد جنب المرشحين تبعينك، تكون قاعد جنبهم. ليش؟ عشان لو كان مشغول في الموبايل، كان كذا، قول له فلان ركز، تمام، تكون دائما معاه. ليش؟ لمصلحته هو. طيب، هذه شغلة. لو فرضنا القاعة كانت مليانة، القاعة كانت فل، وإن شاء الله دائماً تكون فل، تمام؟ القاعة كانت مليانة وإنت إنسان مسجل، دائماً بتعطي الأولوية، دائماً تعطي الأولوية للناس الجدد. بتقوم على الكرسي بتقعد الناس الجدد، هاي شغلة ذوقياً، تمام؟ بتقوم على الكرسي بتقعد الناس الجدد، وإنت ممكن توقف وراء المحاضر، يعني في آخر المحاضرة ممكن توقف لنهاية المحاضرة، وبعد ما تخلص المحاضرة تروح تكلم الناس اللي عندك وتتابع معاهم. فهذه يسموها أخلاقيات المحاضرة، كيف اليوم نتعامل مع الناس معانا في محاضرة الون تو ون زائد في المحاضرة الجماعية. طيب، احنا في عنا وسيلة ثالثة شباب، اللي هي الويبينار. طبعا الويبينار شباب، يعني أعطيكم مثال، احنا أول ما بدينا في البزنس هذا طبعا قعدنا تقريبا 7 شهور ما طلعنا من الإمارات، 7 شهور ما طلعنا من الإمارات، والحمد لله في السبع شهور كان في عنا تيم في أكثر من 26 دولة، وإحنا ما طلعنا من الإمارات. كنا معتمدين على شو؟ معتمدين فقط على الوان تو وان برزنتيشن، المحاضرات العادية والببليك، زائد الويبينار. الويبينار جمع العالم كله في مكان واحد، وهذا من أهم وأقوى الوسائل اللي فعلا نشرت البزنس تبعنا بشكل كبير جدا. طيب، أنت اليوم شباب عشان تعزم واحد على الويبينار، مش تقول له والله فلان تعال في محاضرة الساعة 10 بتوقيت دبي، في واحد حيسويها، خش اسمعها وإن شاء الله تستفيد منها. نو شباب، ما بينفع بالأسلوب هذا. لازم تبيع، لازم تسوق للشيء اللي الشخص راح يسمعه. فلان اسمع، اليوم في محاضرة الساعة 10، في موضوع جدا 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 رائع، اليوم أنت لو سمعت هذا الموضوع وركزت فيه وكنت معاه 100% راح تلاقي الشغلة اللي زمان وطول عمرك تدور عليها. شو في، شو صار، شو يعني. حاول دائما تخلق الفضول في هذا الشخص، حتى لو كان عنده 99,000 شغلة، لو كان عنده 99,000 شغلة أوكي ومشغول، أن تخليه فعلا يسمع الموضوع بتركيز، وهذا اللي أنت محتاجه. لو أنت كنت قاعد في مكان معين، يعني مثلا في عندنا بعض الخوات اللي فعلا أنا جدا سعيد في الموضوع اللي هم قاعدين يسووه. شو قاعد يسوون خواتنا البنات؟ شو قاعد يسوون مثلا عند صاحبات صديقاتها مثلا في الحاره، في الحي، او في اماكن معينه، اوكي، تعزم صاحباتها مثلا، شو تسوي؟ تعزمهم على البيت، عندها شاشه التلفزيون اللي هي LCD، الشاشه الكبيره هاي، تمام، بتوصل HDMI في اللابتوب، ووقت المحاضره يلا يا بنات كلكم حطوا تليفوناتكم على السايلنت،
تمام، وهي ورقه وقلم، سجلي ملاحظاتك اي حاجه عندك، تبدا المحاضره تسوي بلاي يسمع المحاضره، بعد ما يخلصوا عندكم اسئله استفسارات جاوبوهم على اسئلتهم وعلى استفساراتهم. فاللي ممكن نسويه شباب نفس الطريقه، لو الناس عندك برا في اماكن بعيده اوكي ممكن ندخلهم على المحاضره، بس قبل ما ندخلهم على المحاضره لازم تحسسهم وتفهمهم شو اهميه هاي المحاضره لهم، مش فقط والله تعال خذ هاي مسج هاي في محاضره على duplikink.com خش الساعه 10 في الليل وفي واحد حيعطيك محاضره تسمعها وان شاء الله تستفيد، ما حينفع الكلام، لانه حتى لو حضرها حيحضر اول خمس دقائق 10 دقائق يقول لك مين هذا اللي قاعد لك 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 مش فاضلكم صراحه انا، تمام؟ فما راح يكون الموضوع من اهمياته او من الشغلات الاولويات في حياته، فعشان انت تطلع في الاولويات اللي موجوده عنده في يومه لازم توصل المسج بطريقه صحيحه، لازم تشوقه صح، فلان في محاضره مدتها 40 دقيقه اليوم لو سمعتها بتركيز هذا الشيء ممكن يغير حياتك، يا عمي شو هالشغله شو هذا الموضوع، يا عمي اسمع بركز، ورجاء فكره من الكوره فكره من اي حاجه شغلات اقعد في جو هادي لانه فعلا الموضوع يستاهل. طيب فرضا المحاضره 1 تو 1 تكلمنا عنها، محاضره البابليك برزنتيشن تكلمنا عنها، زائد الويبنار تكلمنا عنه، شباب في أسوأ الاحتمالات هذا الموضوع كله ما مشى الحال برضو نفس الكلام، سوق لنفس الموضوع نفس الفكره، شوق الانسان، زائد ممكن تبعث له لينك المحاضره، ابعث لينك المحاضره موجود على اليوتيوب ما شاء الله، في عندك عندكم محاضرين كثير ما شاء الله، اوكي عندكم مستر خالد، عندكم مستر ابو جاد، عندكم مستر حمدان، عندكم مستر محمد عيد الفقير الغلبان، تمام، عندكم استاذ وليد شحاته، عندكم كثير شباب مسوين محاضرات على اليوتيوب، تمام، اسمع المحاضره اللي بتعجبك تمام واعتمدها ما عندك اي مشكله، كل الشباب بتقول نفس الفكره نفس الكلام بس طبعا كل واحد باسلوبه، فممكن تبعث له لينك المحاضره، الشخص بعد ما يسمع المحاضره نفس الكلام بيقول ركز فيها ابعد عن اي حاجه تشتتك تشتت انتباهك، اسمع المحاضره، بعد ما يخلص المحاضره راح تبدا تجاوب على اسئلته واستفساراته، تمام. طيب الحين شباب طبعا اول حاجه اللي احنا تكلمنا عنها رحله الطيران اللي خاصه في المحاضره اللي هي ثلاث مراحل اللي هي عندنا اقلاع ورحله وهبوط، تمام. شو الاقلاع؟ الاقلاع اللي هو كل شيء التجهيز النفسي والعقلي زائد الأشياء الأساسية اللي لازم نتبعها في يوم المحاضرة، لغاية الحين أنا تقريبا غطيتها بشكل كامل. الحين راح نتكلم شباب كيف الشخص راح يتعلم يسوي محاضرة، كثير منكم للأسف الشديد الحين ما بيعرف كيف يسوي محاضرة، فالحين محاضرة بشكل عادي شباب كيف تسويها؟ ممكن تستخدم آيباد، ممكن تستخدم لابتوب، ممكن تطبعها على ورق، تمام؟ A4 تطبعها وتحطها في فايل تشرح للشخص، انت حر، هذا البزنس تبعك وانت ممكن تشتغل فيه بالطريقة اللي تناسبك، ما عندك اي مشكلة، تمام؟ فشباب شو اليوم بتحب تسوي؟ سوي ما عندك اي مشكلة، بس المهم انه الشخص يوصله الموضوع او توصل الفكرة بشكل كامل، تمام شباب؟ طيب الحين كيف حنسوي محاضرة؟ اللي حنسوي محاضرة حسوي لكم محاضرة الحين كيف حنسوي المحاضرة، خلينا نبدأ مع بعض كيفية إلقاء محاضرة صحيحة. طيب أوكي هذه المحاضرة فوق اوكي شباب كيف حنسوي اليوم محاضره، كيف حنسوي اليوم محاضره، هاي طبعا محاضره اوكي، كيف حنسوي المحاضره بشكل بسيط اليوم، هذه المحاضره طبعا هاي مثلا محاضرتي انا، مش لازم تمشوا عليها، ممكن تمشي على المحاضره اللي انت تناسبك بس طبعا في نفس تسلسل الافكار اوكي. كيف حنبدا نسوي محاضره؟ مثل ما قلنا انه خلاص الشخص الحين صار جاهز كذا، طبعا واحدة من الشغلات الجدا مهمة شباب لازم برضو تركزوا عليها انه الشخص او المحاضرة او انت ممكن مثلا تقول للشخص لو سمحت حط تليفونك على الصامت على السايلنت، زائد لو في عندك اي سؤال اي استفسار حابب تسأله يا ريت تسجله وتخليه نجاوب عليه في نهاية المحاضرة، ليش؟ عشان ما نقطع تسلسل الافكار للمحاضر،
عشان ما نشتت تركيزه. تمام، لأن المحاضرة محتاجة تركيز لمدة 25 دقيقة، فخلينا نركز فيها مع بعض. كيف نسوي محاضرة؟ حنيجي بشكل بسيط عادي، المحاضرة العادية اللي احنا نسويها. شو هي دوبلي؟ بس طبعا شباب، اسلوب الإلقاء اللي راح تلقي فيه المحاضرة مش كأنك قاعد تقرأ جريدة أو قاعد تسمع أخبار، بطريقة إلقاء خليك ملقي. تمام، مش تعال بس تكلم وخلاص، خليك ملقي. شو هي دوبلي؟ دوبلي هي أكبر بوابة تسوق إلكترونية بالعالم. عادي نفس الكلام المكتوب عندك، اللهم بس راح تقوله. طيب، في عندنا شباب شغلة من أهم الشغلات اللي موجودة، غير اللي ذكرناها أنه الشخص يكون قاعد على إيدك اليمين، في شغلة شباب من أهم الأشياء اللي لازم تركزوا عليها، نبرة صوتك. كيف نبرة صوتك؟ يعني وانت قاعد تسوي محاضرة ما تكون قاعد توشوش نفسك. تمام، خليك تتكلم بطريقة جهورية. أنا ما شاء الله عندي صوت جهوري، أتمنى الكل يكون عنده صوت جهوري. تمام، يعني ليش يكون عنده صوت جهوري؟ لأنه الإنسان، كثير من الناس نقعد معاهم يقول لك مثلا والله يا أخي قعدت مع فلان اقتنعت، قعدت مع فلان نعسني، جاب لي النوم. طيب هذا يعتمد على شو؟ على أسلوبك أنت. أنت اليوم عشان ما تنيم الناس لازم تطور من الأشياء اللي ضعيف أنت فيها. كيف تطورها؟ فرضا صوتك ضعيف، حاول قوي نبرة صوتك. يعني لما تتكلم تتكلم من الحنجرة. تمام، تتكلم بشكل جهوري. ليش؟ على أساس أنه تكون واثق من الكلام اللي تقوله. زائد شباب، يا ريت الله سبحانه وتعالى خلق لنا ايدين حلوين جميلين. تمام، يا ريت شباب تستخدم ايديك في الشرح. في شغله اهم من اهم الشغلات في اسلوب الالقاء اللي هو البادي لانجويج. شو البادي لانجويج؟ انه تكون تحرك ايديك، اوكي، تحرك عيونك، تبتسم، اوكي، مثلا تسوي اسلوب من الحوار بينك وبين الناس. شباب لازم تكون متفاعل، مش تكون قاعد صنم روبوت ابو الهول قاعد يعطي برزنتيشن، ما بينفع. لازم تكون متفاعل مع الناس، ايديك قاعده تتحرك، اسلوبك قاعد مثلا نبره صوتك تطلع وتنزل، ما تكون على تون واحده عشان الشخص اللي قدامك ما يمل. طيب، في عندنا واحده كمان من اهم الاشياء اللي راح، شباب ركزوا معاي لانه راح اقول لكم اياها الحين، من اهم الاشياء لنجاح المحاضره. شو هي هذه الشغله؟ الحين فرضا الشخص اللي انت عازمه او انت حاب تسوي محاضره لشخص، والشخص اللي انت جاي تسوي له محاضره، دائما ركزوا معي، دائما تجنب انك الشخص تكون قاعد معاه فيس تو فيس. احنا شباب مش قاعدين في برنامج الاتجاه المعاكس. تمام، مش جايين نتخانق مع اي بني ادم، انت قاعد فيس تو فيس، يعني مقابل الشخص هذا، معناته اني انا قاعد بتحداك. يلا وريني عضلاتك، وريني شو اللي عندك. شباب احنا مش جايين نتقاتل ولا جايين نتخانق ونعيدها ونكررها مره ثانيه. تجنب انك تقعد مع الشخص فيس تو فيس، انك يعني بتواجهه، انك انت قاعد تتحداه. احنا مش جايين نتحدى حد، احنا جايين عشان نعطي للناس فكره بزنس والكل يستفيد منها. طيب، رقم 2، واحده من الشغلات، لو افترضنا انه الشخص هذا كان عنده خبره سابقه في شركات معينه، رجاء 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 لا تذم اي شركه ولا تتكلم بأي شيء سلبي قدام الشخص هذا. تمام، أنه شركتك على عيني وراسي، المجال كنت تشتغل فيه على عيني وراسي، جميل وممتاز ورائع، بس أنا اليوم عندي حاجة توتالي مختلفة. عمرك ما تهاجم أي بني آدم، خليك أمبل، خليك متواضع، اتكلم بشكل جميل. أنا اليوم كنت في مجال معين، في شركة معينة جميلة ممتازة رائعة، سويت فيها إنكم معين، ما سويت فيها، هذه خبرتك الشخصية. اليوم أنا عندي حاجة مختلفة، لو سمحت تيجي تسمعها. تمام، هذه برضو من الشغلات المهمة. شغلة ثانية شباب، مثلا مرات تيجي تقابل الناس، شو بيصير معك؟ هذا الشخص بيكون مكتف إيديه. شو بيكون؟ مكتف إيديه، معنات أنه مكتف إيديه شباب، أنه هذا الشخص في defense mood، أنه هو اليوم مسكر راسه مش عاوز يسمع أصلا، مسكر راسه مش عاوز يسمع أصلا. طيب، أنت اليوم عشان تكون محاضر محترف، عشان تكون محاضر محترف، شو حتسوي؟ كيف بطريقة لبقة، بطريقة ذكية، تمام، تخلي الشخص هذا بدامه هو مسكر إيديه تخليه يفتح إيديه. شو حتسوي؟ في عندكم أكثر من طريقة. أول طريقة، ما شاء الله فلان بردان حسك، شو رأيك نغير المكان؟ أوكي، حيقول لك لا 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 عادي مش بردان، أوكي الجو جميل ومش عارف شو، حتلاقيه شعوريا فتح إيده. تمام، لو فرضا ما فتح ايده اول مره، لسه مسكر راسه، تمام، بشكل جميل، شو ممكن تقول له؟
فلان بس لو سمحت ممكن تقرب علي شوي عشان بس مثلا الايباد صغير مثلا تشوف المعلومات بشكل اوضح، يا تقرب علي شوي لو سمحت. تمام، مجرد ما تحرك من الوضعيه اللي هو فيها هو خلاص فتح. تمام، هاي الشغلات شغلات شباب اللي قاعد اكلمكم فيها شغلات سيكولوجيه جدا مهمه. تمام، زائد لو كان قاعد مثلا وحاط رجل فوق رجل، شباب لو كان قاعد قدامك وحاط رجل فوق رجل، سوري في الكلمة، يعني انت كلك على بعضك هو مش شايفك، كلك على بعضك هو مش شايفك. فانت اليوم عشان برضو السلسلة تبعتك تمشي بشكل مستمر، وعشان الشخص انت جايبه او صاحبك جايبه او واحد من الدولة اللي عندك جايبه عشان يسمع للمحاضرة تبعتك، لازم السلسلة هاي تمشي بشكل صح. هي عبارة عن هرموني، عشان تكمل لازم تكمل الحلقة الأخيرة كله صح. لازم تكون رادار، قلت لكم الأول لازم تكون رادار، لازم تكون عندك قوة ملاحظة على كل إشي بيكون حواليك. ليش؟ لأنه هذا عبارة عن عملية جراحية. هذه العملية الجراحية أي غلط فيها ممكن للأسف لا سمح الله تؤدي إلى فشل العملية. إحنا مش عاوزين نسوي أي عملية ونفشل فيها، عاوزين العملية اللي نسويها نسويها بطريقة احترافية ونسويها بطريقة صحيحة. هذه من أهم الشغلات. لو الشخص برضو نفس الكلام كان حاط رجل فوق رجل، فلان شو رأيك تقرب علي شوي، خذها بنكتة، خذها بدعابة، خذها بشكل إيجابي بشكل بسيط. تمام، على أساس هو لا شعوريا أول ما يجي يقرب عليك راح ينزل إيده، راح ينزل رجله. تمام، فشباب في عندك أكثر من طريقة ممكن تقوله، مثلا جو برد، شو رأيك تقرب علي، شو رأيك فلان نغير مكان القاعدة، حاول يعني قول أي حاجة على أساس تخلي يغير من وضعية الوضعية اللي هو قاعد فيها. مجرد ما غير الوضعية خلاص فهو صار جاهز وممكن تبدأ في إلقاء المحاضرة. طيب حنبدأ في إلقاء المحاضرة. شو هي إلقاء المحاضرة بشكل بسيط؟ طبعا دوبل هي أكبر بوابة تسوق إلكترونية في العالم. طبعا شباب هذه إحصائيات عالمية ممكن تشوفها في جوجل، في كل الوسائل التواصل الاجتماعي موجودة، ممكن برضو تشوفها تدور عليها. كم معدل صرف الناس أونلاين في العالم؟ الناس في العالم كم قاعدة بتدفع أونلاين شوبينج مشتريات؟ اوكي، وتقول له الاحصائيات هاي. على سبيل المثال في سنه 2015 معدل الصرف اونلاين كان تريليون و700 مليار دولار. السؤال شباب، مين فيكم بحب ياخذ نسبه من هذه المبالغ؟ الكل حيقول لك يس انا والله بحب اخذ نسبه من هذه المبالغ. ممتاز، عشان تاخذ نسبه من هذه المبالغ تعال نتعرف مع بعض كيف اليوم انا وياك او انت وانا كيف ممكن ناخذ نسبه من هذه الارباح. طيب تعال نتعرف على شركه دوبلي. مين هي شركه دوبلي؟ شركه تاسست في شهر 7 عام 2003، متداولة حاليا بسوق الولايات المتحدة الأمريكية محليا في سوق الناسداك اللي هي أكبر بورصة في العالم. وهذا الشيء شو معنات الناسداك أكبر بورصة في العالم؟ اللي فيها أكبر الهيئات والمنظمات العالمية والشركات في العالم اللي طبعا متواجدة فيها، طبعا مثل أبل، مايكروسوفت، كل وسامسونج، كل الشركات العالمية الكبيرة متواجدة في سوق الناسداك. وهذا بيعطيك كريديبيليتي. أنت طبعا بتقول للشخص طبعا الناسداك هاي واحدة من أهم وأكبر الهيئات في العالم اللي هي طبعا سوق الناسداك. طبعا كنا عارفين انه هو مراقب فدراليا من فدرال تريد كوميشن اللي هي اكبر هيئه فدراليه في العالم لحمايه حقوق الاموال. طبعا هذا الشيء بيعطيك انطباع ايجابي. انا قاعد بشرح لكم بالديتيلز شباب، تمام، انت مش لازم تقول الكلام اللي انا قاعد اقوله الحين، ممكن تقرا بس الكلام المكتوب، بس مثل ما ذكرنا تقرا باسلوب القاء مش باسلوب انك انت قاعد تقرا جريده. طبعا ممكن قاعد تقول له الاداره العامه العالميه في فلوريدا في امريكا، الاداره مسؤوله عن اوروبا متواجده في المانيا، الاداره مسؤوله عن الشرق الاوسط موجوده في دبي في دوله الامارات العربيه المتحده. طيب شو هي دوبلي؟ هي اكبر بوابه للاسترداد النقدي في العالم، تعطيك حاجه اسمها كاش باك، استرداد مالي حقيقي، مركز تسوق عالمي لجميع مشترياتك المباشره، 12 مركز تسوق محلي، موقع الكتروني يدعم 12 لغه عالميه، اكبر موقع صفقات سفر بالعالم مع كبرى شركات الحجوزات، عشرات الالاف من قسائم العروض الخاصه، مجموعه كبيره من خيارات ترفيه، موقع إلكتروني سهل الاستخدام وشريط أدوات للاسترداد النقدي. طبعا مين وراء شركة دوبلي؟ طبعا راح تعرفهم أنه صاحب شركة دوبلي شخص اسمه مايكل هانسن اللي هو دنماركي ملياردير في مجال العقارات وعنده خبرة كبيرة في مجال الدايركت سيلينج. طبعا في الخبرة تبعته في مجال الدايركت سيلينج وفي نتورك ماركتينج، الشخص هذا اكتشف شو عيوب أو شو الأشياء أو البروكن موديل في نتورك ماركتينج، وجاب فكرة دوبلي اللي هي حلت كل التحديات وكل المشاكل اللي كانت موجوده في كل الشركات في العالم. وعلى اساس جاب معاه مجموعه كبيره اوكي من الخبراء ومن الاقتصاديين ومن الناس اللي قالك انا اليوم عندي الخبره وعندي راس المال بس محتاج ناس يكونوا اقوى مني وعندهم خبره اكبر مني عشان
يكون عنده شركه رقم واحد في العالم، احاط نفسه بمجموعه كبيره من الناس اللي عنده خبره في الناسداك، في الوول ستريت، في المحاماه، في الاقتصاد، في جروبون، في نايكي، في اكبر الشركات في العالم، في طيران الامارات الى اخره. جاب خبرات عديده في العالم، جاب ناس عندهم خبره كبيره في هذا المجال وحطهم معاه في البورد على اساس يكون عنده اقوى ناس في هذا المجال. طبعا شباب حتروح على اليوتيوب، حتروح على جوجل، حتكتب دوبلي، حتلاقي كثير من قنوات التلفاز العالميه اللي قاعده تتكلم عن نجاحات شركه دوبلي. ليش؟ لانه فكره مايكل هانسن وفكره شركه دوبلي انه الناس في حياتها العاديه تعودت تدفع فلوس وخلاص الفلوس هاي راحت، لكن اليوم انت تدفع فلوس يرجع لك فلوس، هذا الشيء واو. طيب في فرق شباب عندنا بين المتسوق العادي وفي عندنا المتسوق الذكي. شو المتسوق العادي والمتسوق الذكي؟ راح اعطيكم مثال بسيط. المتسوق العادي اللي هو شخص بيحمل حاله، بروح على المول، بروح على السوبر ماركت، بيشتري الحاجات اللي هو عاوزها، بيدفع فلوس، بيحمل حاله بيروح، تمام. مين هو المتسوق الذكي؟ يعني راح اعطيكم مثال بدون ما اقول شو اسم البنك، تمام. يعني انا احسب مثال، في عندي كريدت كارد، الكريدت كارد هاي من بنك معين، عشان بس ما نسوق للبنك، كريدت كارد من بنك معين، هذا البنك في عنده خدمه الكاش باك، البنك نفسه في عنده خدمه الكاش باك، زائد نفس البنك، نفس البنك قاعد بيعطيني اميال على طيران الاتحاد، تمام. طيب تخيلوا شباب، انتم اليوم انت تروح، انت اليوم تستخدم كريدت كارد تبعتك تاخذ عليها كاش باك بالبنك تبعك، زائد تاخذ عليها اميال، زائد فوق هذا كله تاخذ عليها كاش باك تبع دوبلي، فهنا انت تعتبر من المتسوقين الاذكياء. شباب الشوبينج هي عباره عن ثقافه، فانت اليوم لازم تطور نفسك في الثقافه هاي. طيب خلينا نكمل. مين بحب التسوق فينا شباب؟ انا احب التسوق، انت تحب التسوق، هو بحب التسوق، هي بتحب التسوق، كل الناس بتحب التسوق. طيب بس سؤال يطرح نفسه الشباب، شو هي فكره الكاش باك؟ تعالوا مع بعض نتكلم شو فكره الكاش باك. على سبيل المثال انت اليوم قاعد على جهاز الموبايل تبعك، على الايباد، على اللابتوب، على اي حاجه انت بتستخدمها، وحابب على سبيل المثال تروح تسافر على دوله معينه او تروح على منطقه ثانيه وتحجز اوتيل. شباب عصر اني انا او زمن اني اروح على شركه سياحه عشان تحجز لي اوتيل، هذا الزمن خلاص. ولا الناس كلها عارفه الحين بتحجز على طريق hotels.com booking.com والمواقع اللي موجوده في العالم. طيب شو اللي حيصير؟ حتسأل الشخص سؤال، قول له فلان انت اليوم حاوز تروح تحجز مثلا اوتيل في فندق معين، هل حتروح على مكتب سياحه ولا حتحجز اونلاين على طريق hotels.com booking.com والمواقع اللي احنا عارفينها؟ حيقول لك طبعا اونلاين. قول له ممتاز جميل. طيب هذه المواقع شباب، هذه المواقع طبعا في عندها اتفاقيه مع مين؟ مع شركه دوبلي. طيب انت اليوم لو رحت على موقع hotels.com دايركت، هل حتاخذ حاجه؟ حتاخذ السعر الموجود عندك اونلاين وصلى الله وبارك. لكن لو رحت عن طريق دوبلي، لو رحت عن طريق دوبلي، لانه هاي الشركات اوردي متفقه مع دوبلي وعندها اتفاقيه بينه وبين دوبلي، راح تاخذ الحاجه اللي انت تستحقها واللي هي الكاش باك. طيب كيف صارت العمليه؟ انت اليوم كزبون عادي رحت على المواقع هاي عن طريق دوبلي، اخذت، اشتريت، حجزت، سويت اي حاجه انت محتاجها. طبعا شو اللي صار هنا شباب؟ اللي صار انه انت اليوم كزبون، انت اليوم كزبون اللي صار فيك انك انت وفرت على نفسك، المحلات هذه سوت سيلز اكثر، باعت اكثر، لانه الناس بطبعها بتحب التوفير. طبعا المحلات قدمت عموله لدوبلي، دوبلي قدمت لك جزء من العموله اللي هو الكاش باك تبعك، زائد الناس اللي راح تبني البزنس مع دوبلي راح يكون لها جزء من هذه العمولات. الناس اللي راح تبني البزنس مع دوبلي وتكبره وتوسعه بشكل طبعا بشكل عالمي. طيب شو اللي صار شباب هنا؟ صار اتس وين 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 سيتويشن، الكل فرحان ومبسوط والكل قاعد يستفيد من هذه الفكره. انت ككستمر مستفيد لانك اخذت جزء من الكاش باك تبعك، المحلات باعت اكثر، دوبلي طلعت فايده، زائد الشخص اللي راح يبني البزنس مع دوبلي كمان برضو هذا الشخص حقق فايده، ففي النهايه الكل فرحان وسعيد ومبسوط في السيستم هذا. طيب مين شباب الشركات العالميه فرضا اللي وثقت في دوبلي ودخلت مع دوبلي؟ عندك على سبيل المثال يسافر اوروبا وامريكا، اكيد كلكم تعرفوا وول مارت. وول مارت اللي هو 10 مرات اكبر من كارفور، ولما تتكلم على وول مارت تتكلم من الابره لكل شيء موجود في وول مارت، كل حاجه عندكم، بادي شوب، عندك كي مارت، ليجو، لويز، فليب كارت، تويزر اس الى اخره. تعال نتكلم عن نطاق مثلا السياحه والسفر، كل الشركات وكل الفنادق الموجوده في العالم عن طريق السياحه والسفر. ولما نتكلم على hotels.com وbooking.com وprice line، انت قاعد تتكلم على كل الفنادق في العالم
بدون اي استثناء تحجز الحين وتدخل الحين في نفس الوقت الفندق اللي انت عاوز تدخل فيه او تحجز فيه، وعندك الكاش باك تبعك بوصل لغايه 15% في هوتيل كلاب. تعال نتكلم على الالكترونيات والاجهزه الالكترونيه، عندك كل الماركات بدون اي استثناء. زائد نتكلم عن الملابس، عندنا ماركات كثيره طبعا مختلفه. زائد تعال نتكلم على السكايب موجود عندك، حتى لو تشتري زهور موجود، لو عاوز شركات تامين موجود، لو عاوز تشتري مجوهرات موجود، حتى على قطع غيار سياراتك كمان برضو موجود. حتى الناس اللي عاوز الرفاهيه، عاوز تشتري رولكس، عاوز تشتري مثلا شوز، عاوز تشتري عطر معين كمان موجود وبنسب مختلفه. طبعا شباب اليوم دوبلي عندها مليار و200 مليون برودكت وخدمه وسيرفيس بتقدمها للناس اللي عندها. عندنا اكثر من 16 الف ماركه عالميه مسجله موجوده عندنا اليوم في شركه دوبلي، على هالاساس هي اكبر بوابه تسوق الكترونيه في العالم، والمزيد والعديد والكثير من المحلات المشاركه. في كمان واحد من المواقع اللي كثير منكم بيعرفها وبيسمع عنها اللي هو علي اكسبرس. علي اكسبرس واحد من اكبر المواقع في العالم برضو موجود عندنا شباب، وطبعا بيقدم كاش باك عالي. طيب تعالوا نتكلم شباب شو مزايا وفوائد التسوق من خلال دوبلي. حتتكلم الكلام اللي موجود شباب، شو هو المنتج الاصلي والمضمون؟ ليش؟ لانك انت اليوم لما تروح تشتري اي منتج او اي تيشيرت او اي حاجه انت بتستخدمها او اي ملابس، تمام، حتروح تشتريها من المول جنبك او من المحل جنبك، هل انت ضامن انه هذا المنتج اصلي؟ طبعا مش ضامن. ليش؟ يمكن يكون بابا تشاينا ماما تايلاند، شو عرفك انت؟ ما بتعرف مكتوب عليه مثلا اسم ماركه معينه. لكن لما تروح تشتريه من المصدر الاساسي، من نايكي دوت كوم، من رالف لورن دوت كوم، من سامسونج دوت كوم، من كانون دوت كوم، من اي حاجه، السورس الاصلي، طبعا هنا راح تكون انت واثق 100% انه هذا الكواليتي رقم واحد. ليش؟ لانه شباب اكبر اربع دول في العالم في الماركات، اوكي، في العالم عندكم امريكا، عندكم بريطانيا، وعندكم ايطاليا، وعندكم فرنسا، اللي هي دول الماركات في العالم. ليش الناس بتروح تسافر عندهم عشان تشتري ماركات؟ عارفين ليش؟ لانه عارفين الكواليتي اللي موجود هناك مش موجود عندك انت. لانه في كل الدول هاي في عندهم حاجه اسمها، على سبيل المثال في امريكا في عندهم كواليتي اسمه within USA، وفي عندهم out of USA اللي هو كواليتي رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه. انت اليوم عن طريق دوبلي راح تاخذ المنتج الكواليتي رقم واحد. زائد افضل واقل سعر ممكن. كيف افضل واقل سعر ممكن؟ انت اليوم شباب لما تروح تشتري عن طريق مول معين، اوكي، او محل معين، انت طبعا شو حتدفع؟ حتدفع اجار المحل، الديكور، الناس اللي بيشتغلوا في المحل، كل الشغلات هذه والدعايه والاعلان قاعد يسويها المحل هذا، مين بيتحملها؟ بيتحملها انا وياك لما نروح نشتري من المحل هذا. لكن اونلاين ما عنده كل هالمصاريف، ما عنده كل الكوست هذا. طيب الجودة والمدرات حسيت تكلمنا عنها، مشترياتك راح توصلك لغايه باب بيتك بدون تعب عن طريق شركات الشحن اللي احنا كلنا عارفينها. زائد راح تاخذ الكاش باك اللي انت بتستحقه. طبعا كاش باك تبعك شامل لكل العروض والخصومات التسويقيه. كيف يعني؟ لو فرضا انت اليوم عندك بطاقه عضويه او عندك ممبرشيب جولد، جولدن ممبرشيب مثلا في طيران الاتحاد، طيران الامارات، في هوتلز دوت كوم، في اي موقع معين، تمام، هتروح تدخل على الموقع تبعك، هتدخل يوزر نيم والباسورد عشان تاخذ البوينتس تبعتك والكاش باك تبعك والخصومات تبعتك، وفوق هذا كله راح تاخذ الكاش باك تبعك من دوبلي. لغايه هذه الطريقه، لغايه هنا طبعا انت حققت كل شيء الناس تستحقه وبتستاهله، وراح تاخذ كل السيرفيس هاي، وراح تكون من ضمن المتسوقين الاذكياء. طيب خلينا نشوف كيف شباب نشترك في دوبلي. طبعا كلكم عارفين انه في عندنا باقتين، في عندنا باقه المجاني وفي عندنا باقه الفي اي بي. شو الفرق بين الفري والفي اي بي؟ المجاني طبعا تسجل مجانا عشان توفر على نفسك، تاخذ كاش باك. طبعا في عندك ويلكم بونص $10، هاي ترحيبيه من الشركه. وفي عندنا باقه اللي هي الفي اي بي، طبعا هاي عليها بروموشن، عليها عرض لغايه تاريخ 31/12/2015 راح ينتهي هذا العرض. راح ارجع اكرر، بطاقه الفي اي بي اللي قيمتها $49.5 في السنه راح تنتهي العرض تبعها في 31/12/2015، وراح تصير قيمتها $99 في السنة، تمام؟ طيب شو الفرق بين الفري والفي اي بي؟ الفي اي بي بياخذ كاش باك 6% أكثر من الفري،
على سبيل المثال مثل ما احنا شايفين هنا في هذا واحد من المواقع الفري بياخذ 5.8، الفي اي بي بياخذ 11.86% فرق بينهم، زائد الفي اي بي شو كمان بياخذ؟ الماستر كارد اللي راح تحصل عليها عن طريق شركه دوبلي على اساس تستلم فيها عمولاتك وتمارس فيها حياتك الطبيعيه. طبعا ممكن تسوي شوبينج، تسوي الاشياء اللي انت محتاجها عن طريق البطاقه هاي. زائد كيف برضو ممكن تستخدم او تستلم عمولاتك عن طريق الماستر كارد اللي شفناها، او عن طريق البيليوشن اللي هي المحفظه الالكترونيه، او عن طريق تحول فلوسك على البنك اكاونت اللي انت تتعامل معاه عن طريق الاي بان نمبر والسويفت كود تبعك، وتحول الفلوس لاي بنك في العالم في غضون يومين او ثلاث ايام عمل بتكون الفلوس في حسابك. طيب لغايه هنا شباب انت قاعد تكلمت مع الشخص على اساس انه هو متسوق. احنا في عندنا قائمتين، في عندنا فئتين، في عندنا فئه المتسوقين وفي عندنا فئه المسوقين. والمتسوقين فئتين والمسوقين فئتين. المتسوقين طبعا هم الفري والفي اي بي، انتهينا منهم. تعال نشوف الحين الفرصه الكبيره. ولما يجي الشباب نوصل هنا لازم تقول للشخص كل سمعناه جميل بس القادم اجمل. ليش؟ عشان تشوقه. تمام، حاول تسوي هنا نوع من الدعابه، تقول له انه هنا هذه الزبده اللي هنا فعلا لو 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 ركزت معاي هنا طبعا فيها فكره البزنس الحقيقيه اللي انا اليوم عازمك عليها. حنبدا نتكلم. في عندنا باقتين، في عندنا باقه الافراد وفي عندنا الباقه الشامله. شو هي باقه الافراد شو الباقه الشامله؟ حنقراهم بشكل سريع. باقه الافراد شو بتعطيك؟ وكاله دوليه مدى الحياه، مجرد ما سجلت عندك انت معتمد مدى الحياه عند دوبلي، عندك تدريبات متنوعه معتمده من بيج آل أكاديمي، واحد من أكبر المدربين في العالم، وهذا الشخص معتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الحكومة الأمريكية، واحد من الناس اللي درب أكبر الهيئات والمؤسسات في أمريكا، عنده أكاديمية عمرها 44 سنة، عندك 6 كورسات مختلفة في التنمية البشرية، في الكوميونيكيشن سكيلز، في الماركتينج، في التسويق، في أشياء مختلفة. طبعا هذه الشغلات راح تفيدك في البزنس تبعنا، لازم تاخذ الكورسات هاي. وطبعا في عندك امتحان، بعد ما تخلص الامتحان راح تاخذ الشهادات هاي. هاي الشهادات طبعا برضو ممكن تفيدك، طبعا نضيفها لقائمه السي في تبعك، ممكن تفيدك في حياتك برضو. تمام، فجدا مهمه وجدا ضروريه عشان تطور من نفسك. واحنا قلنا من الاول عشان انت تكون انسان محترف لازم تكون انسان قابل للتعلم. فرجاء التدريبات اللي موجوده عندك في الموقع جدا 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 قيمه، خذها اتعلمها واستفيد منها. زائد في عندك 10 قسائم في اي بي، تكلمنا قسيمة الفي اي بي قيمتها 49 دولار ونص حاليا. تمام، طيب زائد في عندك كوبونات خصم مشتريات متنوعه. طيب الوكاله كم قيمتها الشباب؟ قيمتها 99 دولار، وال10 قسائم الفي اي بي اللي هي 49 دولار ونص في 10 قيمتها 495، يعني التوتل 594 دولار. طيب نيجي نتكلم عن الباقه الثانيه. شو الباقه الشامله؟ طبعا اول حاجه نفس الكلام اللي ذكرناه، زائد بدل 10 قسائم حيكون في عندنا 50 قسيمة، هذه رقم واحد جديدة. زائد راح يكون في عندك برنامج أكاديمي للتعامل مع الشركات، وهذه من أجمل وأقوى الخطط والفرص اللي أنا شفتها في حياتي. ليش؟ وهذه الباقة فعلا اللي أنا بقول هي الباقة الناس الجديين، الناس البروفيشنال، الناس اللي فعلا عاوز يدخل هذا البزنس باحترافية، مش يدخل والله خلني أجرب حظي. تمام؟ اللي عاوز يدخل كاحترافية، هذه باقة الناس المحترفين. ليش؟ لأنه هذه الباقة في إلها مزايا عديدة. أول ميزة في عندك 50 قسيمة في آي بي، ثاني ميزة أنه في عندك برنامج أكاديمي تتعامل مع الشركات. تخيل أنت اليوم أكبر شركة اتصالات عندك في الدولة اللي أنت فيها تكون تحتك في النتورك، أكبر مثلا سوبر ماركت تكون تحتك في النتورك، أكبر هي مثلا شركة سياحة تكون تحتك في النتورك، أكبر شركة تأمين تكون تحتك في النتورك. فأنت اليوم دوبلي عطتك الصلاحية أنك تتعامل مع جميع فئات طبقات المجتمع، ما بين الناس اللي ما عندها تبدأ، الناس العادية البسيطة جدا عشان يبدأ كإنسان فري، الإنسان عاوز يكون شوي مميز في عنده الفي آي بي، إنسان عاوز يبدأ النتورك مع الأفراد برضو موجود في الباقة الصغيرة، الشخص اللي عاوز يبدأ نتورك مع الناس مع الأفراد زائد الشركات برضو موجود في الباقة الكبيرة، واللي عاوز يتعامل بس من شركات برضو في الباقة الجديدة في الباقة الكبيرة موجود، زائد اللي عاوز خطة استثمار برضو في دوبلي موجودة. فأنت اليوم غطيت جميع فئات وطبقات المجتمع بدون أي استثناء. طيب هذه الباقة شباب،
شو كمان اللي بيميزها؟ بيميزها انه في عندك ضمان استرداد المبلغ بعد 5 سنوات. ايوه لهالدرجه شباب الشركه واثقه من البرودكت، من الخدمه اللي قاعده تقدمها. الشركه بتقول لك سجل معي اليوم في الباقه الكبيره، كون فعال واكتف لمده 5 سنوات، بعد 5 سنوات الفلوس اللي دفعتها اللي هي ال 2475 دولار راح ارجع لك اياها في البنك اكاونت او في الاكاونت تبعك اللي انت طبعا خاص فيك انت. طبعا 50 قسيمه شباب شو هي؟ مقابل شو؟ مقابل 49 دولار ونص ضرب 50 اللي هي 50 فاوتشر هي 2475 دولار. فانت اللي دفعت في اليمين في نفس الوقت اخذته بايدك الشمال. طيب الحين شباب في عندنا طبعا 6 خطط دخل مختلفه. شو رح نتكلم عنه؟ خلينا نتكلم على اول خطه دخل. شو هي اليوم؟ على سبيل المثال انت اليوم سجلت معانا في الباقه الصغيره او في الباقه الكبيره. طبعا انا دائما افضل الباقه الكبيره لانها هي فعلا قلنا هي باقه الناس المحترفين والناس اللي فعلا عاوزه تبني البزنس هذا بشكل عالمي وبشكل موسع وبشكل اكبر وعنده طموح كبير. راح يكون عندك الرابط الشخصي تبعك هذا، تمام؟ حتبدا تنشر الرابط تبعك الشخصي هذا. وين حتبدا تنشره؟ في السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستغرام، واتساب، يوتيوب، ايميلات، الاشياء اللي احنا اللي قاعدين نستعملها وعارفينها. طيب حيبدوا الناس يسجلوا معاك، ممكن يسجلوا معاك فري، في اي بي، باقه صغيره، باقه كبيره الى اخره. طيب ممكن كمان شركات الى اخره. طيب خلينا نفترض في أسوأ الاحتمالات انه كل الناس حيسجلوا معاك، فرضا كلهم ناس مجانيين فري. ممكن بعد فتره، بعد سنه سنتين، يكون عندك مثلا 1000 شخص، ممكن يكون عندك 3000 شخص، ممكن يكون عندك مثلا 10000 شخص. طيب شباب اللي يسال نفسه او السؤال يطرح نفسه حاليا، هذول الناس شو قاعدين يسووا؟ عايشين حياتهم. اللي عاوز يحجز عن طريق الطيران الاماراتي بيحجز، اللي عاوز يشتري من اتش بي بيشتري، اللي عاوز يشتري ملابس بيشتري، اللي عاوز يحجز عن طريق hotels.com بيحجز، اللي عاوز يشتري من توم هيلفيجر بيشتري. الناس هذه عايشه حياتها، انت اليوم ما جبرته انه يشتري حاجه هو مش عاوزها. هذه اهم واقوى حاجه في الموضوع، تمام؟ طيب انت شوف فائدتك من هذا الموضوع. فائدتك اول خطه دخل شو حتستفيد عليها كنتوركر؟ راح تاخذ 25% من قيمه الكاش باك تبع كل الناس عندك هذول. طيب تعال نسوي مثال بسيط. واحد من المواقع الموجود معانا اللي هو hotelclub.com. hotelclub.com فرضا انت اليوم سجلت واحد من الناس اصدقائك، اوكي، واحد تعرفه سجلته مثلا في الباقه المجانيه الفري، وهذا الشخص لما سجل في الباقه المجانيه قال لك والله يا فلان انا مثلا بعد اسبوع مسافر مثلا على تركيا، على لندن، على باريس، اي مكان في العالم، وحاب اروح انا والعيله نقعد اسبوعين مثلا. طيب تعال تفضل احجز عن طريق هوتيل كلاب مثلا. وهذا الشخص دفع مثلا 2000 دولار. هذا الشخص عشانه متسوق فري من هوتيل كلاب راح ياخذ كاش باك 9.1 كاش باك من هوتيل كلاب. طيب لو ضربنا 2000 دولار شباب في 9 ضرب 1، شو راح يطلع له هذا الشخص؟ راح يطلع له 182 دولار اوريدي هو كان مستغني عنهم، كانوا رايحين، رجعوا له مره ثانيه في حسابه. فاول حاجه انت سويتها انك انت وفرت عليه، فهو حيكون سعيد، حيكون فرحان مبسوط، تمام؟ حيقول لك فلان شكرا انك وفرت علي. طيب انت شو راح تستفيد من 182 دولار هاي؟ راح تاخذ 25% من الكاش باك تبع ال 182 دولار تبع صاحبك هذا اللي سجل مجاني. طيب تعالوا شباب نسوي حسبه بسيطه. لو افترضنا بعد سنه سنتين كان عندك فرضا 3000 متسوق، 3000 شخص فري، في اي بي، وات ايفر، 3000 شخص فرضا كلهم فري، خلينا نقول في أسوأ الاحتمالات، وهذول الناس في سنه كامله، في سنه كامله ما بين الكترونيات وعطور وسفر وفنادق وهدايا وقطع غيار سيارات وملابس ومش عارف ايش كل حاجه هم محتاجينها، فلنفرض في أسوأ الاحتمالات في سنه كامله صرف 2000 دولار. خلينا نتكلم بشيء منطقي. طيب خلينا نتكلم كافرج، كمتوسط كل واحد فيهم حياخذ 182 دولار كاسترداد مالي. انت كم حتاخذ منهم؟ 25%، يعني كم؟ 45 دولار ونص. انت شو حتقول لي يا عمي 45 دولار ونص مش هالمبلغ الكبير؟ صح مش هالمبلغ الكبير الحين، لكن نشوف ال 45 دولار ونص لو ضربناهم في 3000 شخص، انت شو حتكون حصلت؟ حتكون حصلت على 136,000 دولار، تقريبا حوالي 500,000 درهم. وانت شو سويت؟ ولا حاجة. لا علمت الناس شو هي لاكوست، لا شو هي رالف لورن، لا شو هي سامسونج، لا شو هي هوتيلز دوت كوم، ولا حاجة سويت. بالعكس هم بيفهموا فيهم اكثر منك، هم بيعطوك محاضرات اكثر منك على هالمنتجات شباب. فهذه هي فعلا خطة التقاعد الحقيقية. الناس تتسوق،
تاخذ الكاش باك تبعها وعايشه حياتها بالطريقه اللي هي عاوزاها. هذه فعلا شباب الخطه اللي احنا سجلنا في دوبلي علشانها، انها فعلا خطه التقاعد الحقيقيه اللي فعلا بيفهم قوه الخطه هاي. طبعا شو قوه الخطه هاي كمان شباب، شو راح تستفيد منها؟ راح يكون في عندك مسوقين او متسوقين من جميع انحاء العالم، وراح تجيك عمولات من جميع انحاء العالم وانت قاعد في بيتك، حتى وانت قاعد في غرفتك الناس شغاله تتسوق وعايشه حياتها وتاخذ الكاش باك تبعك، وهي طبعا تاخذ كاش باك تبعها وهم مبسوطين. وين شباب طرق جني الارباح في دوبلي؟ عندنا ثلاث اماكن ناخذ منها ارباح من دوبلي. اول طريقه قاعده المتسوقين اللي تكلمت عنها الحين طبعا ذكرتها، وفي عندنا شركاء العمل للناس اللي حيبدوا البزنس معك كبزنس اسوشيت كبارتنرز كنت وركرز. والطريقه الثالثه اللي هي الشركات اللي ممكن تسجلها معك في اي مكان في العالم، مش شرط في الدوله اللي انت موجود فيها، وطبعا هذه فقط حصريا للباقه الكبيره اللي هي البي بي اي. طيب تعالوا شباب نتكلم على عموله التسجيل المباشر. طبعا عموله التسجيل المباشر شباب اي حاجه هتكلم عنها الحين انت راح تاخذ عليها 10%. اي حاجه هتكلم عليها من الحين وطالع هتاخذ عليها 10%. طبعا احنا تكلمنا في عندنا باقتين، في عندنا الباقه الصغيره ب $594، ال $99 هاي مش محسوب لانها رخصه، تمام؟ فانت فعليا عندك 10 قسائم في اي بي ضرب $49 ونص، فانت عندك $495، ال 10% منها $49 ونص. مجرد ما سجلت اي شخص في الباقه الصغيره حصلت على هذا المبلغ $49 ونص في الاكونت تبعك بنفس الوقت بينزل، تمام؟ لو سجلت اي شخص في الباقه الكبيره اللي هو ب 2475 دولار، راح ينزل لك في نفس الوقت $247 ونص في نفس الوقت في الاكونت تبعك. طبعا هنا ممكن تجيب واحد، تجيب 10، تجيب 100، تجيب 1000، عدد لا محدود. تعال نتكلم على البروموشن اللي جدا 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 رائع من شركة دوبلي، وهذا العرض شباب راح ينتهي في تاريخ 31/12/2015. شو هذا العرض؟ العرض شباب الشركة بتقول لك اليوم مجرد ما سجلت أول شخص عندك في النتورك، لو فرضا سجلته في الباقة الصغيرة، من تاريخ تسجيلك لأول شخص عندك شهر، لو في شهر سجلت ثلاث أشخاص وراء بعض في نفس الباقة الصغيرة، من تاريخ تسجيلك لأول شخص شهر، من تاريخ تسجيلك لأول شخص، تمام، راح تأخذ زيادة على عمولاتك $300 أمريكي. فتعالوا الشباب نتخيل لو أنت اليوم سجلت ثلاث أشخاص في شهر من تاريخ تسجيلك لأول شخص، تمام، في الباقة الكبيرة راح تأخذ $1,500 أمريكي. طب تخيلوا شباب معاي شوية، أنت اليوم لسه بادي، عندك كونتاكت لست من 150 اسم على الأقل، تمام، سجلت معاك فقط 12 شخص في الباقة الكبيرة في شهر، عارف كم عمولتك بس من هذه الخطة؟ بس $6,000. أنت قاعد تتكلم على راتب جدا 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 محترم، مش راتب انسان عادي، راتب جدا جدا محترم. في شو؟ في شهر جبت 12 واحد وانت لسه قاعد تقول يا الله بسم الله في قائمه الاسماء اللي موجوده معاك. فالشباب الفيجن تبعنا زائد المستقبل تبعنا زائد الخطوه تبعتك زائد الانكم تبعك، مين اللي بيتحكم فيه؟ انت مش اي احد ثاني، انت بتتحكم في الدخل تبعك مش اي احد ثاني. طيب تعال نتكلم على بناء الفريق. طبعا انت عشان تبدا معانا مطلوب منك في نظام الباينري العادي اللي في كل الناس في الدنيا عارفينه، تجيب واحد يمينك واحد يسارك، تمام؟ طبعا هذول الناس حتبدا تعلمهم وتدربهم عشان يستمروا معاك في النتورك. هذول الناس حيجيبوا ناس برضو غير مباشرين، انت من هنا راح تبدا تستفيد على الناس المباشرين اللي عندك والناس الغير مباشرين الى ما لا نهايه. طيب شو اللي حيصير؟ حيبدوا الناس هذول يسجلوا معاك في النتورك، في ناس حتسجل في الباقه الصغيره، في ناس في الباقه الكبيره الى اخره. طبعا احنا عندنا شركه تتحاسب او بتوزع الارباح او الاسبوع المالي عندنا في الشركه بيسكر كل يوم الساعه 8 الصبح يوم الاثنين، الساعه 8 الصبح بتوقيت دبي. حتيجي الشركه في عندنا واحده من الخطط اسمها سايكل بونص. شو هي السايكل بونص؟ طبعا مثل ما ذكرت انه في عندنا 10%. 10% وين حتاخذها؟ حتاخذها على الجهه الضعيفه. الجهه الضعيفه كيف يعني؟ طبعا حتيجي الشركه تحسب اليوم انت في الاسبوع هذا انت وكل التيم تبعك اللي على جهتك اليمين كم معدل الباقات اللي الفريق تبعك سجل ناس فيها على جهتك اليمين، كم معدل الباقات اللي انباعت، مجموع الباقات اللي انباعت الفلوس تبعتها فرضا 18800 على جهتك اليمين، على جهتك اليسار كان 23760. وين جهتك الضعيفه؟ جهتك اليمين.
كم حتاخذ منها؟ 10% على جهتك الضعيفه اللي هي 1880 دولار امريكي. طبعا شباب هذه الخطه في لها حاجه اسمها ماكس اوت، ماكسيمم. الماكسيمم للخطه هاي كم؟ 25000 دولار اسبوعيا. نعم هذه الخطه في لها حاجه اسمها ماكس اوت. الخطه الثانيه ما لهاش ماكس اوت، هاي الخطه بس فقط الوحيده اللي لها ماكس اوت. طيب نتكلم على واحده برضو من اهم واقوى الخطط اللي انا شفتها في حياتي اللي هي نظام الرتب. شو نظام الرتب شباب؟ اليوم دوبلي قاعد تفرق بين الناس النشيطه والناس اللي اكثر نشاطا وتتعامل معاهم في العمولات في كل شيء حسب الرتبه تبعتك. اليوم انت ما تقول والله فلان ما ساعدني، فلان ما سوالي. اليوم انت الرتبه تبعتك هي اللي بتبين اهميتك للبزنس هذا. طيب في عنا ست رتب مختلفه. اول رتبه عنا تيم ممبر، لو سجلت في الباقه الصغيره عشان تكون تيم ليدر محتاج انك تسجل 3 أشخاص زيك حتكون تيم ليدر. لو سجلت في الباقه الكبيره فانت اوريدي تيم ليدر. لو انت سجلت في الباقه الكبيره هي بي بي اي حتكون اوريدي تيم ليدر. طب عشان تكون تيم كوردينيتر محتاج يكون عندك 3 تيم ليدر، وعشان تكون سيلز دايركتور محتاج يكون عندك 3 تيم كوردينيتر طبعا بشكل مباشر. وفي عندنا الفايس بريزيدنتس والسينيور فايس بريزيدنت، هاي طبعا راح اشرح لكم اياها ان شاء الله في التدريب عشان بس ما نشتتكم. تعال نتكلم شباب على خطه الاجيال. هذه واحده من اجمل واروع الخطط اللي انا شفتها في حياتي. شو هذه الخطه شباب؟ تسالوا سؤال، فلان هل كان في عندك خبره قبل في النتورك؟ لو كان عنده خبره قبل في النتورك قول له اوكي. راح اسالك سؤال، الشركه اللي كنت تشتغل فيها لو كان عندك الباينري اللي هم يمين يسار، لو كانوا الخطين شغالات حتسوي فلوس صح؟ حيقول لك صح. قول له ممتاز. لو خط شغال وخط واقف حتسوي فلوس؟ حيقول لك لا. وطب لو خطين وقفات حتسوي فلوس؟ حيقول لك لا. قول له ممتاز. قول له هذه الشغله اللي حلتها دوبلي ولقت الحل لكل التحديات الموجوده في كل الشركات في العالم. شو سوت دوبلي؟ اليوم يا حبيبي لو كان عندك خطين شغالات حتسوي فلوس، خط واحد شغال كمان حتسوي فلوس، ولا خط شغال كمان حتسوي فلوس. كيف؟ تعالوا نشوف مع بعض كيف. طبعا خطه الاجيال شباب شو هي؟ فرضا انت اليوم سجلت 3 أشخاص على ايدك اليمين، 3 أشخاص على ايدك اليسار. الثلاثه اللي على اليمين فرضا الله يرحمهم توفوا مش عاوزين يشتغلوا، والثلاثه اللي على اليسار ما شاء الله عليهم كانوا طايرين نار. بعد 6 شهور سنه هذول الثلاث أشخاص اللي على اليمين صار كل واحد فيهم يسوي عمولات فرضا 10000 دولار في الاسبوع، 10000 فرضا في الاسبوع. انت كم حتاخذ منهم؟ حتاخذ 20% من السايكل بونص اللي هو الباينري، 2000 2000 2000 دولار وانت ماشي بدون ما ينقص من دخلهم ولا شيء، ولا شيء حينقص من دخلهم. طيب هل حتاخذ منهم هم بس؟ لا، هم وكل نتورك اللي عندك. كم حتاخذ منهم؟ من 5 ل 10% على كل العمولات تبعتهم. طيب هذا مقابل شو؟ مقابل انت اليوم لو كانت رتبتك اعلى رتبه في كل التيم تبعك دائما راح تكون طبعا الانكم تبعك حيكون اعلى منهم كلهم. هذا شو معناته؟ انه لكل مجتهد نصيب. كل ما اجتهدت اكثر رقيت الرتبه تبعتك اكثر، كل ما زادت عمولاتك اكثر. واتس فير، تمام. طيب كم نسب خطط الاجيال؟ بشكل بسيط المباشرين كلهم حتاخذ لهم 20% في كل الرتب. الجيل الاول لو فرضا انت كنت في سيلز دايركتور اليوم حتاخذ 10%، لو كنت مثلا في الجيل الثاني 10%، في الجيل الثالث 5%. الفايس بريزيدنت والسينيور فايس بريزيدنت بياخذوا 5% على الجيل الرابع. طيب هذه اخر خطه اللي فعلا تكلمت عنها، لو انه فعلا حتى لو الخطين اللي عندك مش شغالات حتاخذ فلوس، هي هذه الخطه. كيف شباب؟ طبعا احنا عارفين انه في النتورك انت عشان تسجل ناس جديده سبحان الله ممكن انت تنشغل، يصير عندك التزامات، يصير عندك وضع whatever، يعني ممكن تشتغل في فتره من فترات حياتك ممكن تشتغل ما تسجل فيها ناس كانت وركرز معاك كمان جداد. بس لو فرضا بعد 6 شهور او سنه اوكي ما حبيت مثلا تجيب ناس جداد معاك فتره، حر انت، هذا الشيء بيرجع لك تمام. وكان في عندك قاعده من المتسوقين فرضا 1000 شخص تمام، اللي هم الفري والفي اي بي، هذول اللي هم الناس قاعدين بتسوقوا. طبعا شباب الناس الجديده انك تسجل ناس جديده ممكن انت ما تسجل ناس جديده، بس لو كان عندك على سبيل المثال 1000 شخص عندك في النتورك كمتسوق، هذول الناس ما راح يوقفوا تسوق. ليش؟ لانه هو عارف انه قاعد بياخذ احسن جوده واحسن كواليتي واحسن اسعار
واحسن منتجات وتوصله لغايه باب البيت وبياخذ عليه كاش باك. فالمتسوق راح يتوقف عن التسوق فقط في حاله واحده، فقط لما بيموت. الناس بتوقف تتسوق لما تموت فقط، لانه ما فيش حد مش حيتسوق، كل الناس بتتسوق، كل الناس عاوز تاكل وتشرب وتسافر وتعيش وماشي وعايشه حياتها، تمام؟ فالانسان بيتوقف عن التسوق فقط لما يموت. فهذه هي خطه التقاعد الحقيقيه اللي كنا نتكلم عنها. وكم راح تاخذ على عمولات على كل النتورك هذه اللي عندك؟ راح تاخذ منهم من 5 ل 27.5% من قيمه الكاش باك تبعهم حسب الرتبه تبعتك. طبعا شباب انا لغايه هنا اعتبر اني غطيت كل الانكم بلان اللي موجود معانا في شركه دوبلي. طيب الحين شباب انا شرحت لكم كل شيء طبعا عن المحاضره وكيف تسوي محاضره. اخر حاجه عاوز اوضح لكم اياها اللي هي النقطه الاخيره اللي عاوزين نشوفها مع بعض اليوم. شو النقطه الاخيره شباب؟ النقطه الاخيره شباب الحين فرضا المحاضره انتهت، في عندنا شيء اسمه في رحله الطيران اسمه هبوط، تمام؟ طيب الحين في هبوط في رحله الطيران اللي هي حاجه بنسميها احنا في النتورك او في البزنس او في البرزنتيشن بنسميها عقد الصفقه. كيف عقد الصفقه؟ الحين انا كمحاضر خلصت المحاضره، ان كانت في الويبينار او كانت 1 تو 1 او كانت مثلا في بابليك برزنتيشن، تمام؟ المحاضر خلص محاضرته، تمام؟ شو الاشياء اللي بتصير مع الناس، تمام؟ شو لازم تسوي؟ في ناس خلصت المحاضره يلا نايس تو ميت يو، نايس تو ميت يو، فرصه سعيده، احمل حالي وروح. نو انت لسه ما كملت. اهم حاجه هي الاخيره هذه، اهم حاجه بعد المحاضره، مش لان عقلتهم حلوتها في اخرها، تمام؟ هذه اهم حاجه في المحاضره، كيف تعقد الصفقه بطريقه صحيحه مع الشخص اللي معاك. تعال نقرا اول حاجه بعدين راح اعلق لكم على الكلام اللي مكتوب. معظم الناس وبالاخص بعد الاستماع لهذا المشروع الرائع والذي يعتبر بمثابه نقطه تحول في حياتهم الروتينيه، يحتاجون الى شخص يثقون به لكي يساعدهم في اخذ القرار الصائب لما هو عليه من حاله تشتت. لذا التزم بالخطوات التاليه لتحصل على افضل النتائج المرجوه. بعد الانهاء من العرض العمل اشكر قائدك على وقته ومجهوده، ومن ثم اجتمع بضيوفك على انفراد، اقعد معاهم لوحدك. ليش؟ لانه في ناس بتنحرج، يستحي يتكلم قدام شخص ما بيعرفه، تمام؟ ممكن الشخص يقول لك هذا يا اخي انا ما عندي فلوس، ممكن عندي اسئله معينه، عندي اعتراض معين، تمام؟ بينك وبينه ممكن انت تحل هذا الموضوع او هاي التساؤلات، تمام؟ ومن ثم اجتمع بضيوفك على انفراد عشان ياخذوا راحتهم، زائد اجب على جميع اسئلتهم بشكل ايجابي، واحرص على المصداقيه والشفافيه. شباب رجاء رجاء، في ناس بيقولوا تعال سجل بكره حتصير مليونير. شباب رجاء، مش عاوزين البهارات والسبايسي هاي والكاتشب والمايونيز اللي بتحطوها في المحاضرات، هذه مش عاوزينها، هاي راح تدمر المحاضره، ما راح تبني المحاضره، تمام؟ فالشباب دائما كون اتكلم بشفافيه ومصداقيه مع الناس، خليك صادق في تعاملك مع الناس، ما تحط الكاتشب والمايونيز والاشياء هاي اللي احنا مش محتاجينها، لانه اوريدي الحمد لله دوبلي بايعه نفسها ومسوقه نفسها لنفسها، لان فكرتها جدا رائعه وممتازه. اذا واجهت صعوبه بالاجابه على بعض الاسئله اطلب المساعده من قائدك، ما عندك اي مشكله. طيب شاركهم قصه نجاحك، قصه لو انت مثلا صار لك فتره معينه وسويت انكم معين، وريهم شو سويت، يعني شارك الناس شو سويت. لو انت مثلا لسه ما سويت فلوس، قلهم انا والله لسه مسجل وشوف ما شاء الله عندي هذا فلان قاعد بيساعدني وهذا فلان قاعد بيساعدني، والدعم اللي اخذته من التيم، التيم شو قاعد يسوي معاك، كيف يعلموك، كيف قاعد يدربوك، قولهم الاشياء هاي. ليش؟ لانه الناس دائما بتخاف تاخذ الخطوه الاولى. فانت اليوم لما تيجي تقول والله انا سجلت وفي عندي ناس بيعلموني، في عندي ناس بدربوني، في عندنا واتساب تيم، وفي عندنا ويبينار، وفي عندنا كذا، الاشياء هاي بتحمس الناس، بتشجع الناس، زائد انها بتريحه، انه بفكر اوف انا كل هذا حسويه لوحدي، فبيكون خايف. لكن لما تقول انا في عندي تيم بيشتغل معاي، وفي ناس بيساعدونا، وفي ناس بيسوون لنا كذا، فهو حيحس على حاله انه الموضوع سهل، انه نمشي مع المجموعه، مش انه حيشتغل لوحده، تمام؟ طيب الحين حتبدا تسال الناس اسئله، دائما قم بطرح الاسئله التي تنتهي باجوبه ايجابيه، وتجنب طرح الاسئله التي قد يكون اجابتها بالنفي، اوكي؟ فمثلا تجنب الاسئله التاليه، يعني ما تقول هالاسئله، هاي الاسئله تجنبها. ها كيف شفت الموضوع؟ تمام؟ انسى هاي كيف شفت الموضوع، هاي انساها من قاموسك، اوكي؟ ها الموضوع عجبك؟ اوكي؟ انسى كمان هذا الموضوع. ها شو الكلام؟ ان شاء الله عجبك الكلام بس،
تمام شباب، انسوا هذا الاسلوب تمام. بدل هذا الاسلوب شوفوا شو ممكن تقول. اول سؤال اللي هو السؤال السحري عشان تخلي اي انسان سلبي تخليه ايجابي. شو هو السؤال السحري شباب؟ احنا قاعدين نكلمكم باحترافيه علشان انت اليوم العمليه اللي قاعدين نسويها او السيستم اللي قاعدين نمشي عليه او السلسله اللي ماشي عليها نمشي عليها حتى الحلقه الاخيره باحترافيه. بدل الكلام اللي كنت تقوله اسال هذا السؤال، شو اكثر شيء عجبك في كل هذا المشروع او في المحاضره؟ ليش؟ لانه هذا الشخص لو كان اكثر انسان سلبي في التاريخ تمام وسالته هذا السؤال راح ينحرج وراح يشوف شغله واحده عجبته في المحاضره كلها وراح يقول لك الشغله الفلانيه. ممتاز. الشغله الفلانيه اللي هو قال لك عليها انت هذه الشغله لازم تركز عليها. لو قال لك عن الشوبينج كلموا عن الشوبينج، ما تكلموا عن النتورك لانه هو انترستد وهو مهتم في الشوبينج مش مهتم في النتورك، فبتركز له على الحاجه اللي هو عاوزها. كلم لك عن النتورك وعن الفلوس، تكلموا عن النتورك وعن الفلوس تمام ما عندك مشكله، ما تكلموا في حاجه هو مش مهتم فيها. اوكي شباب، ما تكلموا في حاجه هو مش مهتم فيها، كلموا في حاجه اللي هو شدت انتباهه. زائد بعد ما تسمع هو شو شد انتباهه شو عجبه، السؤال السحري الثاني، متى حنبدا نعمل خطه نبدا فيها مع بعض انا وياك؟ متى الاكشن؟ الحين ولا بكره؟ اعطيه خيارات مغلقه مش مفتوحه. تحب نبدا الحين؟ يلا هذا كريدت كارد، يلا خلينا نسجل. عندك كاش؟ يلا نسجل كاش، ما في مشكله تمام. دائما اعطيه يعني انه في عنده حاجه ايجابيه، في عنده حد قاعد يساعده، مش يلا سوى محاضره يلا مع السلامه نشوفك ان شاء الله بكره ولا بعد بكره بنكلمك. نو خلي في عندك لغه التواصل، التواصل اللي هي دق الحديد وهو حامي، حارب حار تمام. كن في غايه الايجابيه والحماس واشعرهم بانك ستكون دائما متواجد لدعمهم ومساعدتهم الى ان يحققوا النجاح اللي هم بيطمحوا له. طبعا وضح لهم اهميه الوقت وشو اللي حيخسروه كلما تاخروا في الانضمام لفريق عملك، انه انت في عندك ناس كثير، في عندك دعم وسبورت من التيم، والحمد لله التيم عندك قاعد بيكبر وبينتشر بشكل كبير. انصحهم بعدم التحدث الى اقربائهم واصدقائهم في هذا المشروع. شباب هاي واحده من اهم الاشياء اللي لازم تنبهوا عليها. بيطلع من عندك متحمس جدا طبعا طاير من الفرح، بيروح بيكلم اصحابه بيكلم اهله بيكلم مرته بيكلم الناس اللي حواليه. للاسف هو سمع محاضره مدة ساعة أو ساعتين قاعد معاك، سمع 100% من المعلومات طبعا لأنه هو إنسان عادي، أول مرة ممكن يستوعب منك 30 40 50% مثلا، حروح يوصل المعلومة للناس اللي حواليه يوصلهم إياها 10 15%، ما راح يوصل المعلومة بطريقة صحيحة. بدل ما يجيب الناس لصفه أوكي ويكسبهم معاه راح يخسرهم لأنه اتكلم بطريقة مش صحيحة. فقول له عندك في أي إنسان حابب تاخذ رايه جيب لنا اياه احنا نشرح له علشان توصل له الفكره بطريقه صحيحه. طيب انصحهم بعدم التحدث الى اقربائهم واصدقائهم في هذا المشروع قبل ان يتلقوا التدريبات اللازم. لازم الشخص ياخذ التريننج الكامل على هذا الموضوع لانهم قد يتعرضوا لبعض الاسئله التي لن يستطيعوا الاجابه عنها مما سيؤدي الى فقدانهم اهم واقرب معارفهم وبالتالي احباطهم وفقدانهم لتلك الفرصه الرائعه. واخيرا طبعا بتحدد موعد معاهم عشان تقعد معاهم في الاجتماع الثاني. طبعا شباب الفولو اب او المتابعه لازم تكون باجتماع، لازم تكون بقعده، لازم نقعد مش على التليفون، بتحدد موعد التليفون ولازم نقعد عشان نحدد الموعد الثاني. طيب شباب انا لغايه هنا اليوم اعتبر اني وصلت لكم الفكره بشكل كامل على كيفيه اعطاء المحاضره بطريقه احترافيه معنا في شركة دوبلي. طبعا شباب أنا لغاية هنا خلصت. اللي في عنده أي سؤال، عنده أي استفسار، عنده أي حاجة حابب طبعا يضيفها، حابب يعلق عليها، يتفضل أنا جاهز وموجود لكل استفساراتكم وكل أسئلتكم. اللي عنده أي سؤال استفسار يكتب لي على التكست بوكس. اللي حاب ياخذ المايك يتفضل يرفع إيده ونعطيه المايك، ما عندكم أي مشكلة. اوكي في عنا اوكي في عنا محمد نبيل. استاذ محمد نبيل رافع ايده، تفضل اخوي استاذ محمد عندك المايك تفضل ممكن تتكلم.
استاذ محمد معاك المايك تفضل ممكن تتكلم. استاذ محمد معاك المايك تفضل ممكن تتكلم معانا، مفتوح المايك عندك. استاذ محمد الظاهر في عنده مشكله في المايك. طيب شوف حاول مع المايك اخوي محمد، لو ان شاء الله اشتغل مايك عندك ممكن نعطيك المايك مره ثانيه، ما عندنا مشكله. اوكي شباب، مين عنده سؤال استفسار؟ اوكي في عندنا شخص ثاني، في عندنا محمد دبير رفع ايده مره ثانيه. اوكي استاذ محمد معاك المايك تفضل. استاذ محمد بس سوي انا ميوت لنفسك وتكلم. استاذ محمد، استاذ محمد صار في عندك مشكله في المايك اخوي محمد. طيب مش مشكله، نشوف استاذ رزان رفع ايدها. اختي رزان معاك المايك تفضلي. استاذ مساء الخير استاذ محمد. وعليكم السلام. لا لا نعم سامعك تفضلي اختي تفضلي. الله يعطيك العافيه ويقويك يا ربي على المحاضره الرائعه هاي، جدا جدا ووضحت لنا هوايه امور كانت مخفيه عنا بالموضوع هذا. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك ان شاء الله ويقويك يا رب. عندي بس سؤال واحد، بعد انتهاء المحاضره وتحديد الموعد للمتابعه دائما بتحصل معايا لما اقول لهم مثلا بكره او بعد بكره، الرد المفاجئ اللي يجيني انه احنا خلينا نفكر بعدين الوقت، وكل ما اقول لهم على الموعد هم انا يرجعون يجاوبوني هذا الجواب. في هاي الحاله شنو الاليات الحلويه؟ شكرا جزيلا. اوكي ممتاز. اللي يجي اختي رزان اللي يقول لك والله خلينا نفكر، طبعا انت الشخص اللي عازماه شخص بتعرفيه، شخص في ثقه بينك وبينه، تمام؟ حتقول له فلان شو الشيء اللي انت حابب او عاوز تفكر فيه، خلينا نفكر فيه مع بعض، تمام؟ حيقول لك والله عاوز اشوف مثلا، عاوز افكر. ولا فلان عقلين احسن من عقل واحد، خلينا انا وياك نتحاور في شو عاوز تفكر. اوكي اقعدي معاه، جيب ورقه وقلم وسجلي النقاط اللي هو عاوز يفكر فيها. قال لك والله النقطه الفلانيه، ممتاز اكتبه قدام النقطه الفلانيه، النقطه الفلانيه اكتب. هذا شو معناته؟ معناته انه هو عاوز يفكر انه هو لسه ما وصلت له الفكره بطريقه صحيحه بطريقه كامله. فعشان الشخص توصل له الفكره بطريقه كامله محتاج انك انت توصلي له الفكره هاي مره ثانيه في النقاط اللي تكلم عليها، في شغلات لسه ما وصلت له، تمام؟ فانت محتاج انك تتكلمي معاه مره ثانيه عشان توصل له النقاط هاي بشكل ايجابي. ممكن كان سرحان، ما كان منتبه، رن مثلا كان في ازعاج جنبكم، وات ايفر الكلام اللي تكلمت، يمكن في اللحظه هذيك ما انتبه عليكي او فقد تركيزه. فالاشياء اللي هو حيقول لك عليها سجليها في 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 الدفتر او في النوت او في القلم عندك قدامك في الورقه، تمام؟ وابدا ارجعي ناقشيه معاها مره ثانيه على اساس انك تغطي له كل الاشياء اللي هي ما كانتش واضحه عنده. وبعدين قولي له برضه بتحددي معاه موعد ثاني لو كانت مثلا الفلوس عنده مش جاهزه او مثلا عنده اي استفسار ثاني او حاجه، بتركبي معاه موعد ثاني بتقعدي معاه عادي. وصلت؟ وصلت. بس عندي سؤالين ثاني ممكن استاذ محمد؟ تفضلي 10 اسئله مش بالسؤالين بس. شكرا جزيلا. اكو السؤال الثاني بعد ما اقعد وياهم، يعني ناس اعرفهم او جايين عن طريق ناس اعرفهم، بعد ما يسمعون الفكره ويشوفون الويبنار وكل شيء تمام، اول اعتراض مباشر يجيني انه احنا نستحي نتكلم ويا الناس نطلب منهم فلوس حتى يدخلون ويانا ويوقفون الكلام ويختفون. طيب لولا شلون اجاوبهم؟ اوكي اللي يقول لك انا قاعد استحي اتكلم مع الناس، اللي يقول لك انا استحي اتكلم مع الناس، قل له انت مش لازم تستحي، انت لازم تكون فخور مش تستحي. ليش؟ لانك انت اليوم قاعد تقدم خدمه، قاعد تقدم للناس هاي طريقه انهم يوفروا على نفسهم فلوس، انت قاعد تساعدهم. والانسان اللي قاعد يفكر في مصلحتي انه يساعدني اني اوفر على نفسي، هذا بدعي له وانا بالخير، بقول له شكرا يا اخي جزاك الله خير انك فكرت فيني انه انا اوفر على نفسي مقابل المصاريف كلها اللي قاعد اسويها واللي قاعد اعملها. بالعكس هو لازم يكون فخور بالشيء اللي يسويه مش يكون مستحي. ما فيها مستحى هالموضوع. شو المستحى؟ فلان انت مسافر ومسافر، بدل ما تدفع فلوسك لتكت اونلاين وتروح عليك الفلوس هاي على الفاضي، استفيد. انت حاجز فندق وحاجز، تعال احجز وخذ كاش باك.
انت مثلا مشتري ملابس ومشتري ملابس، انت حتاخذ احسن كواليتي. ما هو المشكله ليش الناس تستحي؟ لانه هو مش عارف قيمه الجوهره اللي عنده. هذه المشكله. يعني مثلا بتلاقي واحد راكب فراري، واحد من اسرع السيارات في العالم وماشي فيها 20، ليش مشتري فراري يعني؟ تمام، واحد مش عارف قيمه الجوهره اللي عنده. فاليوم انت عندك جوهره، هذه الجوهره لو للاسف الشديد ما نفضت الغبره اللي عليها ما راح تلمع. فعشان تلمع لازم الشخص نفسه، ما انا قلتها في المحاضره، فاقد الشيء لا يعطيه. لازم هذا الشخص توصل له شو اهميه دوبلي وشو فكره دوبلي وشو حيستفيد هو من دوبلي. لكن هو لو ما حس، ما وصل له الشعور انه فعلا هو مستفيد من دوبلي، ما راح يتكلم مع الناس بحرقه وبقوه وبحماس وكذا وكل الكلام هذا. فلازم الانسان يكون عارف شو قوه هذا الماركت، شو قوه هذا البزنس، وشو قوه هذه الصناعه. لو ما كان حاسس فيها عادي بتقعدي معاه تفتحي له بتوريه. ليش؟ لانه احنا مهمتنا انه نعلم الناس، احنا مهمتنا انه نوري الناس. لازم نطول بالنا على الناس، لازم ناخذ بيدهم حبه حبه ونعلمهم حبه حبه. ليش؟ لانك انت اليوم مجرد ما علمت شخص ووصلت له الفكره، انت هنا ضمنت اهم حاجه في البزنس تبعنا اللي هي الدوبليكيشن اللي احنا محتاجينه. الدوبليكيشن وين بيجي؟ انت اليوم زرعت حماس في شخص معين، هذا الشخص اقتنع في الموضوع، فهم الموضوع 100%، هذا الشخص راح يوصل حماس تبعه لالاف الناس. لكن في الاساس هذه السلسله الحلقه الاولى الشخص لسه ما وصلت له الحماس، الشعور، الايجابيه، كل الكلام هذا، الحاجات اللي حيستفيدها، كيف حيستمر هذا الموضوع؟ فاحنا مهمتنا انه نوزع او نوصل الفكره الصحيحه ونزرع الامل ونزرع الحماس في الناس هذول ونفهمهم شو حيستفيد من هاي الفكره. حب يفهم ويستفيد ويتعلم، اهلا وسهلا. ما حب يا اخي صلى الله وبارك، عادي، مش نهايه العالم، نيكست، عادي، شو المشكله اللي بعده؟ تمام اختي رزان؟ تمام تمام اوكي. في سؤال ثاني؟ اي بس عندي هنا بمصر اواجه مشكله، انه يجي يقول لي والله الوظيفه امن، انا ما اقدر ادخل بشيء ممكن الناس ما تقبله واضيع وقت، الوظيفه الراتب راح اخذه اخر الشهر وانا مامن بس. اوكي، الوظيفة راح تأخذها آخر الشهر ومأمن، ممتاز. كلام الوظيفة، كلمة وظيفة، عارفة شو كلمة وظيفة جاية من وين اختي رزان؟ يعني عبد، عبد للمدير. لا لا، مش موضوع عبد، مش موضوع عبد. شوفي، احنا للأسف الشديد، للأسف الشديد طبعا أغلب الناس اللي مسيطرين على الإعلام في العالم، مش حنتكلم مين هم الناس، طبعا انتوا عارفينهم من هم اللي مسيطرين على الإعلام في العالم. للأسف الشديد هاي من أفلام الابيض والاسود من زمان، اوكي، الثقافه هذه المنتشره، انه للاسف الشديد الناس في الوطن العربي تربوا ركزي معي، تربوا على مبدا انه عاوز يروح يتعلم عشان ياخذ شهاده عشان يدور على حاجه تعطيه معاش علشان بعدين في المستقبل يدور على حاجه اسمها تقاعد. تمام، هذه للاسف الشديد احنا تربينا عليها في الافلام الابيض والاسود من ايام الستينات والسبعينات، من ايام اول الاستعمار الفكري اللي بدا في الوطن العربي. شو هو هذا الاستعمار؟ اول حاجه لما يجي واحد يقول لك والله انا عاوز اتعلم واخذ شهاده، هذا كله كلام جميل وممتاز ورائع، احنا مش ضد التعليم، لكن موضوع انه عاوز ياخذ معاش، كلمه معاش، كلمه معاش، ركزوا معي، كلمه معاش جايه من كلمه ما عاش، ما عاش، مش حيعيش يعني. تمام، هاي كلمة ما عاش، تمام، أنه مش حيعيش يعني في النهاية، أنه جاي من معيشة. شو معيشة؟ تأكل وتشرب وتنام فقط لا غير. ما فيش إنسان موظف من معاشه من راتبه صار مليونير، هذه لازم كل الناس تعرفها. تمام، هذه رقم واحد. رقم اثنين، كلمة تقاعد في القاموس في اللغة العربية، كلمة تقاعد جاية من كلمتين، عارف شو هي؟ عارف شو هي رزان؟ أوكي، كلمة تقاعد كل الناس اللي قاعد تدور عليها بعد 40 سنة خدمة أو 40 سنة وظيفة، يدور على كلمة تقاعد عشان يكون اسمه متقاعد. كلمة متقاعد جاية من كلمة موت وانت قاعد، من الآخر يعني. أتكلم جد والله، كلمة متقاعد جاية من كلمة موت وانت قاعد، خلاص انتهت صلاحيتك، انت إنسان expired. طيب السؤال يطرح نفسه، قول للشخص هذا اللي قاعد يدور على وظيفة، مع احترامي لكل الوظائف، قل له أخي الكريم جيب لي واحد من أهلك، من أقاربك، من أصدقائك، تمام، بعد 20 30 40 سنة عمل
بعد 20 30 40 سنة عمل صار مليونير من وظيفته وأنا بكمل في الوظيفة معك ما عندي مشكلة، جيب لي واحد بس ما في. فقل له أخي الكريم الوظيفة هذه مش أمان دائم. ليش؟ لأنه دائما الإنسان العاقل لازم يفكر في حاجة اسمها بلان بي، خطة بديلة. أنا ما بقول لك اترك وظيفتك، وظيفتك جميلة وممتازة ورائعة تمام، استمر فيها، اشتغل في البزنس تبعنا بارت تايم في وقت فراغك. ما في إنسان في الدنيا ما في عنده حاجة اسمها بارت تايم، كل الناس عنده وقت فراغ، حتى لو ساعة في اليوم، حتى لو ساعة في اليوم، بدل ما تقعد تفرج على المباريات تلعب بلاي ستيشن وتقضي وقتك على الفيسبوك وعلى الكلام الفاضي، ممكن تقضي وقتك أنت هنا وتستفيد. حتى وقتك لما تقضيه على الفيسبوك حتسوي فيه فلوس كمان، ليش؟ راح تنشر اللينك تبعك لأن أنت عاوز شوبرز إلى آخره. فهنا الثقافة مختلفة، إحنا مش لازم إنه كل حاجة تنقل لنا في الإعلام إنه نمشي عليها. لازم الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق لنا عقل عشان نفكر فيه، لكي نتفكر، لكي نعرف شو اللي قاعد يصير حوالينا. فالوظيفة جميلة ممتازة ورائعة، بس مش كل شيء في الدنيا وظيفة. الوظيفة جيدة لكن مش عاوز أدخل في المواضيع هاي. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وصوا على التجارة، الإنسان يكون تاجر، إنسان يكون صاحب عمل حر. ليش؟ شو المانع أنا اليوم أني أبدأ العمل الحر تبعي؟ أنا اليوم لو أبدأ في المشروع هذا أنا مشروع ما في خسارة، الفلوس اللي دافعها عندي فوتشرات أسجل فيها 10 أشخاص أنا رجعت فيها فلوسي، أو 50 شخص رجعت فيها فلوسي، شو المشكلة؟ الإنسان اللي ما بيعرف 50 بني آدم في الدنيا أنا ما صح نصيحة نروح ينتحر صراحة من الآخر. يعني ليش عايش يعني هذا الإنسان ما عنده حد بيعرفه؟ ما بينفع إنسان ما بيعرف حد. ليش؟ لأنه إحنا اليوم رأس مالك في الدنيا هي علاقاتك فقط لا غير. أي إنسان في الدنيا ما عنده ولا درهم، ما عنده ولا دولار تمام، بس يكون عنده علاقات حيسوي فلوس. لكن إنسان ما عنده علاقات، ما عنده، إنسان عايش لوحده، ما بينفع إنسان الحين عايش لوحده. واحدة من أهم الشغلات اللي انتشرت في العالم اللي هي برامج السوشيال ميديا. ليش انتشرت هاي البرامج؟ انتشرت لأنه وصلوا لمرحلة معينة اكتشفوا أنه فعلا الناس ما عندهم علاقات، صارت الناس تتعرف على ناس في علاقات مختلفة من دول مختلفة عشان تنوع علاقاتها وتكثر علاقاتها. فما شاء الله بدل عندنا برنامج واحد عندنا آلاف البرامج الحين للتواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، لينكد، مش عارف شو، مليون برنامج فيه. فخش يا أخي تعرف على ناس عادي، شو المشكلة يعني؟ مش نهاية العالم تمام. فموضوع الوظيفة مثل ما ذكرنا جميلة وممتازة ورائعة، بس طبعا الحلو الإنسان يكون في عنده دائما بلان بي، لأنه ما في شيء مضمون في الدنيا. الحاجة المضمونة الوحيدة في الدنيا أنه أنا إن شاء الله وكلنا راح نموت، هذا الشغلة الوحيدة اللي هي مضمونة، لكن متى هذا بيد رب العالمين وبيد رب العالمين أنا ما أعرف، ما عندي أي تعليق عليها هاي. تمام رزان؟ تمام أستاذ. أي حاجة ثانية؟ لا شكرا جزيلا، الله يخليك. شكرا جزيلا، يعطيك العافية، شكرا. طيب شباب أي حد ثاني عاوز المايك، سؤال، استفسار، أي حاجة مش واضحة، احنا حاضرين وجاهزين لخدمتكم. ما شاء الله ما فيش حد عنده أسئلة اليوم، شو السالفة، شو الموضوع؟ شباب اليوم متعاونين. شباب ما في أسئلة، ما في استفسار، ما في أي حاجة، كل شيء واضح. أوكي، في عنده أستاذ ساحر، لا أخت سحر، سوري سحر، أخت سحر معاك المايك، تفضلي أخت سحر معاك المايك، تفضلي تكلمي، سوي لنفسك أنميوت وتكلمي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت حابة أستفسر عن حاجة، بس لما يجي واحد يعني أنا أوريدي معايا دلوقتي ده أونلاين لسه بادئ، الأحسن أو الإفكتيف أكتر إن أنا أعلمه وخليه ينزل يعمل هو البرزنتيشن من أول برزنتيشن لي، لا، ولا انزل اشتغل معاه فتره وبعدين اسيبه؟ لا، انت اي شخص بسجل معاكي طبعا، انت بعد ما تتعلم المحاضره في احترافيه المطلوب منك تسوي للشخص الجديد فقط 5 محاضرات. كم محاضره؟ 5 محاضرات. اول ما يسجل معاكي بتفهميه، فلان انا اليوم معاك عشان ادعمك عشان اساعدك، راح اعطيك 5 محاضرات قدامك تمام، بعدين المحاضره السادسه حتقعدي انت وياه هو يسوي لك محاضره تمام، حتشوفي وين نقاط الضعف عنده وين نقاط القوه عنده، وتقولي له ركز على المكان الفلاني او المكان الفلاني. المحاضره السابعه والثامنه شو ممكن تسوي؟ هو يعزم ناس، هو يسوي نص المحاضره وانت نص المحاضره، تشوفي وين وين المكان القوي فيه، هو خليه هو يشرح فيه. احنا في عندنا قسم الشوبرز وفي عندنا قسم النتوركرز تمام، وين الجهه اللي هو قوي فيها يشرح فيها هو،
تمام؟ رقم 9 و10 خلاص هو يبدي يشرح لوحده، بس طبعا باشرافك انت تمشي معاه في الكلوزنج. وصلت؟ أوكي. وصلت؟ اوكي تمام. شكرا. اهلا وسهلا اختي سحر، مرحبا. طيب شباب سؤال ثاني. في عندنا استاذ محمد نبيه رفع ايده مره ثانيه، تفضل استاذ محمد معاك المايك، تفضل. استاذ محمد سوي لنفسك ان ميوت للمايك وتفضل اتكلم. معاك المايك. استاذ محمد. ظهر استاذ محمد في عنده مشكله في المايك، ما اعرف شو هي. استاذ محمد في عندك مشكله في المايك اخوي محمد، ما اعرف شو هي صراحه. اوكي طيب اختي سحر رفعت ايدك مره ثانيه، محتاج سؤال ثاني؟ طيب نعطيك المايك، تفضلي. معك اختي سحر المايك، تفضلي. اختي سحر معك المايك، تفضلي. سحر. ايوه تفضلي. ايمان كنت عايزه بس سؤال ثاني كمان، تفضلي. عشان اقدر ابني تيم، يعني تيم قوي وأعمل بي ليفرج عامه، انا مش بسال عامه في البرزنتيشن بس، انا عشان البرزنتيشن والكلوزنج انا فهمته من حضرتك كويس قوي. ممتاز. انا عايز اعرف عشان اقدر اعمل تيم قوي والتيم دوت يعني اقدر احط له كل النولج اللي في دماغي فيه. اوكي. وبعد كده اقدر اعمل ليفرج واقدر ابني تيم تاني في بلد تانية او كده. ممتاز. يبقى ماكسيمم الدايركتس قد ايه؟ يعني انا عشان اجيب دايركتس كويس يعني احط عدد قد ايه ماكسيمم؟ اوكي. لان مثلا انا كنت قبل كده في تريننج والتريننج دوت اتقال فيه ان انا ماكسيمم 10 عشان اقدر ابني تيم قوي، فانا عايزه اعرف العدد المظبوط يعني. اوكي مش ما فيش عدد اسمه عدد محدد او عدد مظبوط، تمام؟ يعني مثلا انت ممكن يقول لك شخص تعالي جيبي 10 اشخاص واشتغلي معاهم، بس ممكن 10 اشخاص انا هذول اجيبهم يكونوا 5 منهم اللي هم الطياره اللي انت بتدوري عليهم او الدايموندز اللي انت بتدوري عليهم، تمام؟ ممكن العشرة كلهم ولا واحد فيهم دايموندز، ممكن كل العشرة ولا واحد فيهم دايموندز، بس احنا وظيفتنا ومهمتنا انه في البدايه ما نسجل عدد كبير، فعلا نسجل النخبه. مين النخبه؟ اللي هم احسن 10 اشخاص او 15 شخص موجودين معانا، تمام؟ نشتغل عليهم. لقينا الناس هذول فعلا بعد نعطيهم مثلا اسبوعين 3 شهر، اوكي شهرين اشتغل معاهم ومع الناس اللي معاهم. طبعا في نفس الوقت اللي انا بشتغل مع الناس اللي معاهم برضو انا كمان قاعد بجيب ناس جديده، انا ما بوقف، تمام؟ طب انا اليوم عندي في البزنس تبعي احنا السيستم تبعنا مختلف عن اي سيستم ثاني. ليش؟ لان انا اليوم عندي رتب، الرتب هاي عشان اترقى فيها، الرتب عشان اترقى فيها لازم الناس اللي تحتي يترقوا في الرتب، صح ولا لا؟ طيب انا اليوم عشان الناس تترقى في الرتب انا شو بسوي؟ بساعد الناس اللي عندي عشان يترقوا في الرتب. فانت لما تساعدهم يترقوا في الرتب انت كمان تترقى تلقائيا. فهنا الموضوع ما بيعتمد فقط على الدايركت، بيعتمد على الدايركت والاندايركت في الرتب تبعتهم. فانت الفوكس تبعك الاساسي في اول 6 شهور تبني الرانك تبعك، انت اول 6 شهور تبني الرانك تبعك، بس هذا هو التارجت تبعك الاساسي. كيف ترفع الرانك؟ لانه كل ما رفعت الرانك حيكون عندك كريديبيليتي اكثر، يكون في عندك الدخل تبعك اكثر. فهمت علي كيف؟ اه اوكي. هذا راح تركز عليه. طبعا احنا في عندنا سيستم اللي هو فايند 3، انك حتجيب 3، حتسجلي اول حاجه 3 اشخاص، هذول الثلاث اشخاص عشان يعلموا 3 كيف يجيبوا 3، انت حتصير سيلز دايركتور. اها اعيد لك اياها مره ثانيه. اوكي. حتسجلي 3 اشخاص مباشرين في الباقه الكبيره، تمام؟ هذول الاشخاص حتعلميهم وتدربيهم كيف يعلموا 3، تمام؟ اللي هو الدوبليكيشن، يجيبوا 3. ايوه. وهذول الثلاثه انت جبتي 3 عشان يسجلوا 3 عشان يعلموا 3. وصلت؟ اوكي تمام. انت وصلت للدايركتور، فالموضوع مش صعب. في سؤال ثاني معلش. تفضلي. تمام. هو بيبقى في مكان معين بعرف منه الناس اللي عملت ماركتنج عن طريقي؟ بيكون عن طريق اللينك بتاعي او عن طريق مثلا كروت البي اي بي اللي انا اخذتها واكتشفت الناس من خلالها؟ انت قصدك على الكاستمر ولا على النتورك؟ لا على الكاستمر.
عشان اخد مثلا من 5% ل 27% من الكاش باك اللي ممتاز. شو حتسوي؟ انا ببقى عارفه. طبعا تكون عارفه، حتروح على dubnetwork.com، حتروحي على ماي كاستمرز، اوكي، حتلاقي عندك تفصيل بالكامل كل الناس الكاستمرز اللي عندك، حتلاقي في عندك ريبورتس شو الناس اشترت وكم رجع لها كاش باك، كل التقارير هاي حتكون موجوده عندك. اوكي تمام ممتاز. شو كمان غيره؟ تسحر معاي؟ لا خلاص شكرا، لا انا ضغطت غلط، شكرا. اوكي اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا. طيب شباب، مين كمان عنده سؤال، عنده استفسار، عنده شيء مش واضح؟ شباب خذوا راحتكم، يعني انا الحمد لله جدا متعاون وجدا يعني بجاوب على كل الاسئله اللي بدكم اياها، يعني ما عندكم اي مشكله. شباب اللي عنده اي سؤال استفسار تفضل يلا قبل ما نخلص المحاضرة هاي. شو شباب خلصنا أسئلة خلاص؟ أوكي في عندي أنا هنا أخوي عبد الحكي عبد الكريم، شكرا جزيلا لك حبيبي على الكلام الجميل والرائع اللي قلت لي اياه، جزاك الله خير. وفي عندنا استاذ محمد نبيل، شكرا، العفو حبيبنا، الله يجزيك خير. كيف الشخص يسجل نفسه في اي بي؟ استاذ محمد نبيل، كيف الشخص يسجل نفسه في اي بي؟ انا في عندي تريننج كامل، تمام، تكنيكال تريننج، تمام، فاطلب من الشخص من الابلاين تبعك. انا في عندي تريننج اسمه تكنيكال تريننج، سويته قبل 10 ايام، سجلت تقريبا حوالي كل الخطوات اللي انتم محتاجينها في dubly.com، كيف تفعل نفسك، كيف تحول عملاتك، كل شيء انت محتاجه انا سجلت تريننج بالكامل، امشي عليه خطوه خطوه، ما راح تلاقي اي مشكله بعد اليوم في هذه الاسئله كلها، تمام. طيب شباب في عندكم اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه كمان مش واضحه قبل ما نسكر وننهي؟ خلاص كل شيء تمام واضح. اوكي الظاهر ان الحمد لله كانت اليوم. اوكي احمد حسام، اختي سحر جزاك الله خير، ثانك يو ويلكم، اهلا وسهلا في اي وقت. اوكي اخوي محمد، اتواصل مع الابلاينز اللي عندك، تمام. انا طبعا مثل ما قلت لك عندي كالة ترينينج بالكامل عن التكنيكال ترينينج، شارح فيه كل المواضيع هاي، اسمعوا بدقه راح تعرف كل اجوبه على الاسئله تبعتك اللي انت محتاجها فيه التكنيكال تريننج، تمام. احمد حسام، انا كنت مشترك في شركه معينه، اوكي تمام، وسبتها من 4 ايام. طيب الف مبروك اخوي احمد، طيب الف مبروك انك انضميت معانا، وان شاء الله ما راح تندم انك انت غيرت واخذت القرار هذا، لانه احنا كمان كنا معاك في نفس الشركه بدون ذكر اسم، تمام، والحمد لله اخترنا الحاجه الافضل لينا ولاهلنا وللناس اللي فعلا بيعزوا علينا وبيحبونا، تمام. أستاذ رزان الله يسعدك إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. طيب والله يبارك فيكم جميعا. أستاذ أحمد شكرا حبيبي. طيب شباب أي سؤال أي استفسار؟ خلاص ننهي. أوكي الظاهر كيف الشخص يسجل نفسه. طيب أخي محمد، سجل رقم تليفوني عندك، راح أبعث لك على الواتساب التريننج تبعي، التكنيكال تريننج. سجل رقم تليفوني عندك لو احتجت مني أي حاجة، 00971 55 760 8866. أعيده مرة ثانية، 00971 55 760 8866. أنا مع أوكي حبيبي، طبعا أحمد حبيبي أوكي خلاص يا عم، عند أحمد خلاص، أنت واصل يا عم. اوكي اخوي احمد، هاي عندك رقم تليفوني، ابعث لي بس واتساب، تمام، وراح ارسل لك ان شاء الله تكنيكال تريننج، معكم مشكله، تمام. شباب اللي محتاج اي حاجه، اي استفسار، اي سؤال، ما يتردد في اي وقت انه يتواصل معاي لاي حاجه، تمام. اعيد الرقم مره ثانيه، شباب عاوز الرقم كمان مره ثانيه. طيب 00971 55 760 8866.
6/6. طيب شباب، ليلتكم سعيده، ويكند سعيد. طبعا احنا كل يوم عندنا ويكند، الحمد لله انا كل يوم عندي ويكند، كل يوم عندي خميس، كل يوم عندي جمعه، كل يوم عندي سبت، تمام. بس الشباب اللي عندهم ويكند اليوم، انجوي يور ويكند، وان شاء الله اشوفكم دائما في اقرب مؤتمر ولا في اقرب ايفنت، ونشوفكم ان شاء الله دائما على الخير، وليلتكم سعيده، واي دبليو اول، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.